كارثة دمياط، جريمة جديدة تهدم أسطورة الأمن والأمان التي يروجها النظام عن نفسه. بلطجي شهير يتجول حاملا في يده سطور فيقطع يد هذا ويجرح أمه جروحا خطيرة، ثم يمضي إلى حال سبيله تاركا ضحاياه بين الحياة والموت. أي بلد هذا الذي يترك للبلطجية والمجرمين المجال للقتل والاعتداءات والتجول بالأسلحة البيضاء دون محاسبة؟ أي أمن هذا الذي يقنن أوضاع البلطجية عبر قانون الشرطة المجتمعية؟ عرفناهم أيام مبارك بالبلطجية، ثم تحولوا في عهد السيسي إلى المواطنين الشرفاء، وما هم بشرفاء؟ ثم أطلقت عليهم وزارة الداخلية مصطلح الشرطة المجتمعية، مجموعة من المجرمين القتلة صنيعة أنظمة فاسدة تغاضت عن جرائمهم ودعمتهم في كثير من الأحيان، والآن يدفع المواطن البسيط ثمنا لهذه العصابات. تبشرنا الحكومة بتقدم مصر 38 مركزا في مؤشر الدول الأكثر أمانا في العالم، يؤكد لنا إعلام النظام أن مصر باتت نموذجا للأمن والأمان. فيستيقظ المصريون على كارثة دمياط ومن قبلها قتل نيرة أشرف وسلمى بهجت وإلقاء ولاء سعيد من الطابق الخامس. توفير الأمن وترسيخ الأمان والسلم المجتمعي هو مسؤولية النظام الحاكم. تزايد حالات القتل والاعتداءات الوحشية بهذه الوتيرة المتسارعة ما هو إلا دليل آخر على فشل هذا النظام أمنيا ومجتمعيا وانهيار أسطورة السيسي عن الأمن والأمان في مصر. المصري لحقوق الإنسان للمطالبة بمناخ مدني حر. هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بتقول النشطاء يتعرضون للترهيب بشكل روتيني، القوانين الجديدة تجعل من المستحيل على المجتمع المدني العمل. هنبدأ برضو نسمع عن المجتمع المدني بشكل دوري على مدار الشهر القادم. كمان في أكثر من 36 جماعة ضغط ومنظمات حقوقية أعربت عن قلقها من أن مصر ستواصل حظرها للاحتجاجات خلال مؤتمر المناخ. في مجموعات، كنت أنا اتكلمت على ده امبارح وقلت لحضرتك أن المجموعات اللي نازلة تظاهرات المناخ مجموعات منظمة جدا، اللي هي المجموعات الأجنبية، مش بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على المجموعات الأجنبية. المجموعات دي بدأت تقول لبي بي سي ان احنا في يعني قلق عندنا لان مصر ممكن تواصل حظرها للاحتجاجات. الاندبندنت البريطانية بتقول ان بسبب فشلها في حقوق الانسان امريكا توجه 130 مليون دولار كانت مقررة لمصر الى جزر الباسيفيك في المحيط الهادي. طبعا هتقول لي ايه علاقة القصة؟ ما انا بقول لحضرتك كل تقرير بيتكلم عن إشارة لحقوق الإنسان في مصر بيربطها بقمة المناخ. فالخبر ده مثلا بيتكلم على أمريكا، 130 مليون اللي هو حجبهم عن مصر بايدن وداهم لجزر الباسيفيك في المحيط الهادي، الناس بتتكلم ومع ذلك ستستضيف مصر قمة المناخ مش عارف 27 في كذا كذا كذا. فالنظام الذي يريد أن يصنع لقطة من قمة المناخ تقريبا اللقطة دي هترد عليه بشكل سلبي والناس كلها تتكلم على الملف الحقوقي في مصر. كمان في تقارير بتطالب من لجنة حماية الصحفيين، امبارح عملت تقرير قوي جدا بيتكلم على علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر المحامي الخاص به. 46 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحامي محمد الباقر وليس الباكر بعد 3 سنوات في السجن. بيانات تطالب السلطات البريطانية للتدخل لتأمين الإفراج عن علاء عبد الفتاح. نتكلم عن 180 يوم تقريبا من إضراب علاء دلوقتي، الناس كلها بتطالب الحكومة البريطانية للتدخل والإفراج عن علاء ومحامي الناشط والمحامي محمد الباقر. علاء عبد الفتاح بقاله 180 يوم في إضراب عن الطعام، حياته باتت مهددة بشدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. ليز تروس مشغولة في الوضع السيء للاقتصاد البريطاني في الكام يوم اللي فاتوا، الحكومة البريطانية مش فاضية الحقيقة أنها تتكلم عن علاء عبد الفتاح، ولكن الإعلام بيتكلم ولجنة حماية الصحفيين بتتكلم. طيب ال 24 ساعة اللي فاتوا كان فيها مجموعة من الأرقام المفزعة والمتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر. تعالوا نشوف مع بعض إيه أبرز الأرقام الحقوقية اللي ذكرت عن الأوضاع في مصر في
24 ساعة الماضية. تقدر الجماعات الحقوقية أن البلاد بها ما يصل إلى 60,000 سجين. الرقم ده النظام بينفيه دايما، بيقولك لا ما عندناش سجناء سياسيين، لا ما عندناش كذا. بي بي سي بتتكلم، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقول أن يوجد نحو 65,000 سجين سياسي في مصر، وتقديرات غير رسمية من منظمات حقوقية مصرية بتقول إيه كمان، يبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر نحو 114,000 سجين. فإحنا بنتكلم في عدد بيتراوح من 60,000 ل 114,000 تقريبا من السجناء السياسيين. طيب عبد الفتاح السيسي موقع العربي الجديد بيقول ايه، بيقول ان العدد ده تقريبا عدد المحبوسين احتياطيا فقط حوالي 37,000، دي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ايضا، والعدد ده بيزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون اللي حددها عبد الفتاح السيسي ب 55,000. هو الراجل قال ان القدره الاستيعابيه عندنا 55,000، لكن هو احنا بنتكلم في 114,000 تقريبا، يعني الضعف عن القدره اللي قال عليها. ولذلك الراجل بيبني سجون اكتر من 28 سجن في عدد سنين قليل جدا. منظمه بلادي، الرقم ده رقم مهم جدا، وكتير جدا من المواقع اتكلمت عن الرقم ده تحديدا دونا عن الارقام كلها اللي احنا بنتكلم فيها. منظمه بلادي بتطالب بالافراج عن كام، ركز حضرتك كده في الرقم، 145 سيدة و89 طفل، ده نقلا عن العربي الجديد. يبقى احنا بنتكلم على 145 سيدة موجودين في السجون حاليا، بنتكلم على 89 طفل. بيعملوا ايه الاطفال دول يا جماعة؟ في قضية معروفة اعلاميا بقضية الجوكر، بتضم في هذه القضية حوالي 48 طفل على ذمة هذه القضية. هي قضية تقريبا كانت على خلفية فيديو انتشر في سنة 2019 من قبل 4 أطفال، وتم اعتقال عدد كبير جدا من الأطفال بعد نشر هذا الفيديو. التقارير الحقوقية أيضا بتقول أن في تزايد كبير جدا لحالات الإخفاء القسري في حق النساء والأطفال، منهم حوالي 17 سيدة وطفل وطفلة لم يظهروا حتى الآن. احنا مش بنتكلم على سجناء رأي، مش بنتكلم على سجناء سياسيين يا جماعة، احنا بنتكلم على نساء وأطفال، الناس اللي هتستضيف قمة المناخ. عرفتوا ليه المتحدث بتاع قمة المناخ كان بيوزع سكريبت على القادة اللي هيشاركوا؟ مش عايزين نتكلم على روسيا، مش عايزين نتكلم على كذا، مش عايزين نتكلم على حقوق الإنسان، مش عايزين نتكلم على حاجة. احنا عندنا حوالي 17 سيدة وطفل مختفين قسريا، بس لو سمحت ما تتكلمش عنهم، خلونا نتكلم، تعالوا نحب بعض، يعني تعالوا قمة المناخ ناخد اللقطة جميلة وما تنكدوش علينا اللقطة اللي احنا عايزين ناخدها. الطفل السيناوي عبد الله بومدين اختفى قبل 4 سنوات وعمره 12 سنة ولم يظهر حتى الآن. عبد الله محدش عارف هو فين، موتوه من المسافة صفر في سيناء ولا عملوا فيه ايه بالظبط. قضايا التدوي بتقول تفشي تدوير السجناء على ذمم قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم. إذن دي مجموعة من الأرقام المهمة الحقيقة اللي اتنشرت عن مصر في 24 ساعة الماضية. تعالوا نشوف كده بعض المقولات أيضا اللي تضمنتها التقارير اللي نشرت عن مصر في الساعات القليلة الماضية والمتعلقة بملف حقوق الإنسان. نشطاء مصريون قالوا للبي بي سي أن العديد من الجماعات المحلية لم تتمكن من التسجيل في المؤتمر. طيب احنا عندنا كذا حاجة شرحتها لحضراتكم قبل كده في حلقة سابقة. التسجيل للمؤتمر ده لو انت صحفي بتسجل قبل عشان تعرف تدخل جوه المؤتمر، وفي تسجيل للمظاهرات، سامح شكري قال هيحددوا مكان عشان الناس اللي عايزة تتظاهر، وفي تسجيل في المؤتمر لمجموعات اللي هي البيئية. واضح جدا انه المجموعات البيئية اللي في مصر، مجموعات المجتمع المدني، مش عارفة تسجل في مصر. أنا الحقيقة مش قادر أعرف، يعني أنا بحاول أتقصى القصة، بحاول أوصل لبعض النشطاء دول في مصر وفي الخارج في الأيام القليلة الماضية. إن شاء الله نحاول يعني نكون كده صورة كاملة عن إيه اللي بيحصل، ليه مش عارفين يحصلوا على تصريح، هل القصة ليها علاقة بموافقة أمنية مثلا ولا إيه؟ لأنه اللي قبل كده في شروط، في زي أونلاين فورم، يعني في ورقة كده أونلاين أنت بتدخل تعبيها وخلاص، وبيجي لك الإذن بتاع المشاركة في المؤتمر. لكن في حاجة غريبة بتحصل في مصر هنحاول نعرفها الفترة الجاية. طيب كمان بيقولوا أن أتيح للبعض التسجيل عن طريق عملية خاصة تفتقر للشفافية أشرفت عليها الحكومة المصرية وبتسهيل من الأمم المتحدة. دول نفس النشطاء للبي بي سي. دي النقطة اللي بقول لحضرتك عليها، في حاجة غلط بتحصل في المشهد، مش مفهومة مش طبيعية، مفيش قمة مناخ كان بيحصل فيها هذا الكم من الصعوبات. قيود الحكومية بتقولوا، الشباب بيقولوا لي البي بي سي، أكاديميين وعلماء ونشطاء بيقولوا أن القيود الحكومية ترقى إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان، وتركت موضع شك في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المناخية
الأساسية، دول أكاديميون وعلماء ونشطاء قالوا لشبكة بي بي سي. أيضا أحد النشطاء طلب عدم ذكر اسمه للبي بي سي، قال إيه؟ قال في الأساس لا أحد في مأمن في مصر. الراجل نفسه اللي بيتكلم وهو أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان خايف يقول اسمه لأن النظام المصري ممكن يعتقله. أعتقد أن ده ينفع منشط في كل الصحف العالمية اللي عايزة تغطي قمة المناخ. لو انت بتبحث على منشط رئيسي، فاحنا عندنا ناشط حقوقي خاف يقول اسمه للبي بي سي لانه في القاهرة وخاف النظام المصري يعتقله لانه بالاساس لا احد في مأمن في مصر. نشطاء ومنظمات ايضا حقوقية قالوا للبي بي سي ايه؟ قالوا لها انه الحكومة بتعتبر الحدث وسيلة لتبييض سمعتها، بالعامية كده في كلمة واحدة لقطة حلوة يا جماعة، لقطة جميلة قوي. الحكومة عايزة تاخد قمة المناخ عشان تصنع لقطة تقول ان احنا الوضع عندنا كويس والعالم كله جاي لنا. طيب منظمة العفو الدولية نختم بالتصريح اللي قالته في تقريرها، قالت انه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اداة علاقات عامة لصرف الانتباه عن سجل مصر الحقيقي في مجال حقوق الانسان. شغل البي ار، شغل العلاقات العامة اللطيف اللي النظام السيسي بيحاول يعمله بشكل أو بآخر. ملخص الحكاية ان احنا تقريبا هنعيش 31 يوم أو أكتر شوية من التقارير اليومية الدولية اللي بتندد بأوضاع حقوق الإنسان. أعتقد ان دي فرصة قوية جدا للحقوقيين، فرصة قوية جدا للإعلام، فرصة قوية جدا للسياسيين ان هم يتكلموا عن الملف الحقوقي. اللي بيجيد اللغة الإنجليزية أرجوك اكتب على تويتر كل يوم، اعمل منشن لمؤسسات مهتمة بموضوع المناخ كل يوم. لو انت ليك مثلا في عائلتك معتقل سياسي او معتقلة او مختفي قسريا او انت نفسك عندك حالة اكتب عنها، ابعتوا لنا يا جماعة وانا هحاول انشر. يعني اللي عنده قصة عايز ينشرها وعايز يتكلم على انتهاك حقوقي يبعت لنا او يحاول هو يكتب. احنا في شهر فرصة، العالم كله بينظر الان الى مصر والى الملف الحقوقي المصري، وهناك تركيز على انتهاكات حقوق الانسان في مصر. لما بيبقى في أوروبا زعيم يميني متطرف بيوصل للحكم بيبقى في قلق عند المسلمين وعند المهاجرين، مش كده؟ يعني بما أن إذن واحد يميني متطرف فالأجندة بتاعته بتبقى قائمة على إيه؟ بتبقى قائمة على إن المسلمين دول أوحش حاجة في الدنيا، وإن المهاجرين دول هم اللي بوظلنا البلد، وإن أي تغيير ديموغرافي هو خطر على الهوية القومية الإنسانية العظيمة لهذا البلد الأوروبي. طبعا عرفتوا أنا هتكلم على مين؟ على جورجيا ميلوني، وهي زعيمة حزب إخوة إيطاليا اللي تقريبا هتكون رئيسة الحكومة الإيطالية في كده عودة لأيام موسوليني وأيام الفاشية الإيطالية الوسطية الجميلة. واللي هي جورجيا ميلوني بتقول إن أنا متصالحة مع إن الفاشية جزء من تاريخنا في إيطاليا وما عنديش أي مشكلة. إيه علاقتك يا سيدي في آخر كلام بجورجيا ميلوني بإيطاليا باليمين المتطرف؟ السيد عبد الفتاح السيسي رأس السلطة في مصر أرسل برسالة تهنئة لجورجيا ميلوني لقرب وصولها إلى السلطة في إيطاليا. خلي الصورة كده تطلع على الشاشة، عبد الفتاح السيسي يهنئ زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا الإيطالية ويتطلع للعمل معها. هو حضرتك هتشتغل معها إيه؟ هتتطلع لأنه عمل معها لتهجير المهاجرين ولا لمحاربة الإسلاموية أو الأسلمة اللي هي قالتها في فيديو سابق؟ الحقيقة الموضوع يعني لافت للنظر جدا لما دورنا ولقينا كده. طب مين يا جماعة بعت هنا هذه السيدة المجنونة، هذه السيدة اليمينية المتطرفة؟ مين اللي بعت هنها؟ لقينا عبد الفتاح ولقينا رئيس وزراء البحرين. معرفش رئيس وزراء البحرين ازاي عمل كده من غير ما السعودية تهني، يعني احنا عارفين السعودية بتعمل وبعدين البحرين وراها على طول. لكن كان غريب شوية انه عبد الفتاح السيسي بيتطلع للعمل مع جورجيا ميلوني، ويعني بشكل غريب جدا بيهنيها وبيقول لها يلا هنشتغل مع بعض. طب هي جاية عشان تشتغل ضد المسلمين يا سيادة المشير، هي جاية عشان تشتغل ضد المهاجرين، انت وضعك ايه؟ هل المصريين اللي عايشين في إيطاليا اللي هجيلك في مفاجأة كده في أرقامهم واللي انت يمكن ما تقدرش يعني تواجه أزمة زي دي، المصريين دول مثلا من أبناء إيطاليا؟ يعني هم محسوبين ان هم من أبناء إيطاليا، جورجيا ميلوني هتتعامل معهم ان هم لا مسلمين ولا مهاجرين؟ هتطبطب عليهم هتقول لهم انتوا إيطاليين من أحفاد موسوليني؟ حد يفهمنا. راجل غريب جدا. تعالوا نشوف كده ايه حكاية جورجيا ميلوني
وعبد الفتاح السيسي الذي يدعم اليمين المتطرف. السيسي وميلوني انجذاب للمتطرفين. جورجيا ميلوني هي رئيسة الحكومة الإيطالية وزعيمة حزب إخوة إيطاليا، وهو حزب يميني متطرف. زي ما قلت، السيسي وملك البحرين فقط من الزعماء العرب والمسلمين اللي قدموا التهنئة في وصول هذه اليمينية المتطرفة. طبعا التصريح والتهنئة أثارت جدل كبير جدا. ليه؟ لأنه يا جماعة الموضوع مش محتاج شرح. ميلوني هي يمينية متطرفة من وهي عندها 15 سنة، فأنت بتدعم واحدة يمينية متطرفة من أحفاد الزعيم الفاشي موسوليني. ليه؟ عشان انت تستفيد ايه في الاخر؟ الا اذا كنت انت ايضا يميني متطرف. يعني ميلوني زي ما قلت هي انسانة معادية للمهاجرين، معادية للمسلمين، طلبت قبل كده فرض حصار عسكري على سواحل البحر المتوسط. ليه؟ عشان تمنع المهاجرين من الشرق الاوسط وافريقيا من الوصول لايطاليا. هي قالت انا مش عايزة الكلام ده. طيب الاكتر من كده، ميلوني بتواجه اتهامات برهاب وكراهية الإسلام، اللي هو بين قوسين في أوروبا الإسلاموفوبيا. ميلوني عندها إسلاموفوبيا. طيب السيسي تجاوز كل ده، تجاوز أنها يمينية متطرفة كانت من أحفاد الفاشية وموسوليني، ضد المهاجرين، ضد المسلمين، ضد كل حاجة، عايزة تعمل حصار، وراح الراجل هنها في رسالة. ما تقوليش ده بروتوكول، ما تقوليش ده أصل هو الراجل يعني مش واخد باله. لا، الحقيقة دي مش السابقة الأولى لعبد الفتاح السيسي في دعم اليمين المتطرف في أوروبا. عبد الفتاح السيسي تقارب قبل ذلك مع رئيس وزراء النمسا السابق سباستيان كورتس، وكورتس كان زعيم حزب الشعب النمساوي، وأيضا كان عنده توجهات معادية للإسلام، معادية للمهاجرين، توجهات تعرف أو تصنف الأيديولوجي بتاعها أنها يمين متطرف. كورتس في وقت ولايته كان هو أقرب قارة أوروبا لعبد الفتاح السيسي، كان كل ما السيسي يتزنق في حاجة يروح يقابل بتاع النمسا، يقابل كورتس الرجل اليميني المتطرف. طيب نقعد بقى عند 2015، لأنه هذا السيسي الحقيقة يعني لا يختلف كثيرا عن هذه الميلوني في موضوع التعامل مع المسلمين تحديدا. عبد الفتاح السيسي في 2015 قال لا يمكن مليار مسلم يقتلوا الدنيا كلها ويحاربوا الدنيا كلها، مش كده؟ بعدها بسنة عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أقر مصطلح التطرف الإسلامي اللي هو ميلوني بتستخدمه، اللي هو كورتس في النمسا بيستخدمه، اللي هم الناس بتوع السويد اليمنيين بيستخدموه، اللي هو الناس بتوع بولندا دلوقتي بيستخدموه. طيب عبد الفتاح السيسي أقر أن في حاجة اسمها التطرف الإسلامي، وصل للبيك بتاعه في 2019 في مؤتمر الأمن في ميونخ في ألمانيا. عبد الفتاح السيسي طالب صراحة من الأوروبيين أن هم يعملوا حاجتين: يراقبوا دور العبادة، المساجد يعني في أوروبا، ويراقبوا المسلمين. تعالوا نفتكر مع بعض كده السيسي حرض إزاي اللي زي ميلوني على المسلمين. يبقى عبد الفتاح السيسي 2019 كان بيقول لميلوني خلي بالك لما تبقي رئيسة وزراء انت واللي زيك راقبوا المساجد، اوعوا تسمحوا لهم المسلمين الوحشين دول ان هم يعملوا ينشروا افكار التطرف. طيب تعال نشوف كده ميلوني بتقولي على المسلمين، واستخرج خمس فوارق ما بين ما قاله السيسي عن المسلمين وما قالت له اليمينية جورجيا ميلوني. إذن الأسلمة، أسلمة أوروبا، هي بعيدة عن قيمنا الحضرية. ما ينفعش المليار مسلم يحاربوا الباقي، ما ينفعش تسيبوهم يفرضوا الرؤية أو الفكر المتطرف بتاعهم. عبد الفتاح السيسي يفترض أنه رئيس دولة عربية مسلمة، يفترض أنه عربي مسلم، وجورجيا ميلوني يمينية متطرفة تكره الإسلام والمسلمين والمهاجرين، ولكن اتفق في الرؤية والاستراتيجية ولذلك هنها السيسي. طيب صورته مع سباستيان كورتز المستشار النمساوي، تعالوا كده نفتكرها مع بعض. الراجل ده اللي كان كل ما السيسي يتزنق في حد عايز يزوره يروح النمسا أو يستضيف هذا اليميني المتطرف. طيب أنا هختم الفقرة دي الحقيقة بهدية لعبد الفتاح السيسي. يا سيادة المشير، أنت عندك أزمة اقتصادية، أنت عندك بطالة بترتفع، أنت عندك مشكلة في الرواتب، عندك مشكلة في أنك عايز تمنع الهجرة غير الشرعية وعايز مش عارف كذا، مش كده؟ طيب الست دي عايزة تهجر المهاجرين وعايزة تمشي المسلمين من إيطاليا.
طلعوا لنا يا جماعة كده الصورة اللي جاية، نشوف كده في كم مصري في أوروبا أو في إيطاليا تحديدا. جهاز الإحصاء بيقول إن إيطاليا هي المركز الأول للمصريين في أوروبا ب 560 ألف شخص، الكلام ده في 2017. أعتقد الأعداد بتزيد ما بتقلش، يعني إحنا ممكن دلوقتي نكون وصلنا مثلا 600 ألف أو أكتر، أو يمكن 700 ألف مثلا في الخمس سنين اللي فاتوا. يعني خلاصة القول، التهنئة اللي انت بعتها لميلوني ممكن ترد في صدرك ب 650 ألف ولا 560 ألف، نص مليون مصري، هذه اليمنية المتطرفة ممكن تقول لهم برا يلا ارجعوا عند الراجل اللي بعت لنا بيهنينا. ساعتها الناس دول هيرجعوا لك يا بيه، ساعتها الناس دول مش هيروحوا في أي حتة، ساعتها هيرجعوا لك ولك انت هنيت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمنية المتطرفة وهي قالت لنا يلا ارجعوا عند بابا السيسي عشان هو بيهنينا وانتم ملكوش مكان في إيطاليا. فاستعد، جاي لك نص مليون مصري لو الست دي مسكت الحكومة وقررت تطردهم، فأنا مش عارف الحقيقة انت هتعمل ايه. امبارح في صلاة الجمعة في البحر الأحمر، الوزير المؤمن قوي التقي قوي اللي بيغلط في سورة الفاتحة وهو بيقراها، محمد مختار جمعة، قرر انه يروح يصلي الجمعه. طيب يا سيدي بركه جامع، الراجل وزير اهو حب يعني بيحب الناس وقريب منهم وراح يصلي معاهم. بس الحقيقه الصوره ما كانتش كده قوي. الناس وهي داخله الجامع لقت لك صفين في الاول كده في اي بي، سجاجيد مفروشه وازايز ميه وتمر وحاجه، كان ناقص بس يحطوا حواجز ويوقفوا بودي جاردز. ما تيجوا نشوف الصورة كده من صفحة الجزيرة مصر. الوزير قادم، شايفين الصورة طبعا، لو انت بصيت على الشاشة كويس هتلاقي في صفين قدام فيهم سجاجيد ومية وفرش في اي بي، والغلابة عيني اللي رايحين المسجد رايحين بيت ربنا عشان يصلوا قاعدين ورا. طبعا لا يجرؤ احد ان هو يطلع في الصف الاول والصف الثاني لان دول مخصصين للبهوات ومعالي الوزير. موقع الجمهورية نشر صورة بقى للوزير وهو بيصلي، مش كده؟ خلينا نشوف الصورة. اهو الوزير الحمد لله وصل، وزي ما انتم شايفين مجموعة من المواطنين البسطاء اللي مش متنقيين ولا حاجة، اللي مش مساعدين الوزير ولا حاجة، اللي مش امن ولا مخبرين ولا اي حاجة، دول الناس اللي كانوا حاجزين الصف الاول والصف الثاني. وسيادة الوزير هو واقف بيغلط في الفاتحة كالمعتاد. محافظ البحر الاحمر ووزير الاوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الميناء. واحنا بنبص على الصور دي الشباب في الاعداد افتكروا كلمة جميلة قوي للشيخ كشك الله يرحمه وهو بيدعي للصف الثاني والصف الثالث، بس مش بيدعي للصف الاول. تعالوا نشوف كده الشيخ محمد الصغير والدكتور عمر عبد الكافي وهم بيحكوا الواقعة دي وعلاقتها بوزير الاوقاف محمد مختار جمعة. بيكتبوا تقارير، فاحنا حاجزين الصف الاول والصف الثاني. الحقيقه دورنا على المقطع ده بصوت الشيخ كشك لكن مش موجود، يعني اللي بيحكوا هذه الروايه هو الدكتور محمد الصغير والدكتور عمر عبد الكافي، لكن الفيديو نفسه بصوت الشيخ كشك الحقيقه كان صعب جدا ان احنا نوصل له، لكن هي روايه متداوله عن الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه انه الصف الاول ده بتوع المخبرين، الوزير جاي يا جماعه، الوزير قادم، محدش يصلي، عارف اللقطه بتاعه فيلم الناظر، محدش هيتعلم هنا، او محمد مختار جمعه كده بالظبط، محدش هيصلي هنا غير احنا، احنا بس هنا مسموح لمخبرين امن الدولة للضباط للمحافظ للوزير عشان نيجي ونصلي. عشان ايه في الاخر؟ عشان محمد مختار جمعة يغلط في سورة الفتحة. القصة الاخيرة الحقيقة معانا النهاردة قبل ما نروح لانقذوهم، في حاجة لفتت انتباه فريق الاعداد في اخر كلام، وهو ان في موظف معين في المخابرات العامة او ذراع اعلامي معين او اعلامي مصري معين، يعني لو انت في اي حتة يعني شوف الوصف اللي انت عايزه، عمرو اديب. عمرو اديب يا جماعة عنده مشكلة مع البيض، يعني بالبيض اللي هو بناكله، يعني عنده مشكلة مع البيض. فعمرو هو اكتر حد له علاقة بالبيض في مدينة الانتاج الاعلامي، اكثر من تحدث عن البيض، واكثر من برر ارتفاع اسعار البيض، واكثر من اكل بيض، واكثر من قدم البيض للمجتمع المصري. عمرو اديب الحياه والبيض حكايه لا تنتهي، حاول فريق اعداد اخر كلام انه يلخصها لحضراتكم في الفيديو اللي هنشوفه. عمرو اديب الراعي الرسمي للبيض في مصر. انقذوهم في حلقه الليله عن الدكتور عبد الله شحاته خطاب.
امبارح فلاديمير بوتين الرئيس الروسي أعلن في خطوة تصعيدية ضم 4 أقاليم أوكرانية لروسيا. وطبعا العالم من امبارح مش ساكت والجميع بيتكلم عن تصعيد جديد هيحصل في الحرب الأوكرانية. التقط الخيط بعض الإعلاميين في مدينة الإنتاج الإعلامي وبدأوا يتكلموا عن تأثير هذا الأمر مش بس على مصر ولكن على العالم كله، وكان منهم عمرو أديب اللي اتكلم على موضوع البيض مثلا، إن قرار بوتين امبارح هيرفع أسعار البيض في مصر وأسعار أخرى. تداعيات ضم روسيا لأربعة أقاليم أوكرانية على مصر، ده موضوعنا بعد الفاصل، تابعونا. أسئلة كتير جدا الحقيقة من امبارح بعد إعلان روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 مقاطعات أوكرانية. إيه تأثير ده على الأوضاع، سواء الحرب على ملف الطاقة وأيضا تأثير المباشر على مصر؟ هناك صمت مصري، عبد الفتاح السيسي لم يصدر منه أي تعليق على الأمر، في حين أنه أرسل بتهنئة لزعيمة الحزب اليميني التي ستحكم إيطاليا في قادم الأيام. هنتكلم على هذه الأسئلة وأكثر مع ضيوفي، ولكن نعرف تفاصيل أكثر عن القرارات الروسية بالأمس في هذا الفيديو. أرحب بضيفي في هذه الفقرة معي عبر الإنترنت الدكتور محمد الزواوي المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. عبر الإنترنت أيضا الدكتور وائل العلمي المحلل السياسي الأوكراني. أهلا بك دكتور. أهلا. دكتور وائل، أبدأ معك. في الحقيقة ما الذي يعنيه قرار بوتين بالأمس؟ يعني قرار بوتين بالأمس حقيقة هو قديم جديد، شهدنا نفس هذا السيناريو عام 2014 عندما تم ضم شبه جزيرة القرم لروسيا الاتحادية، وتم إجراء استفتاء مشابه للاستفتاء الذي شهدناه قبل أيام، وتم الإعلان من جهة واحدة من قبل روسيا بضم الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، إلا أن هذا الضم حقيقة لم يلقى يعني أي اعتراف دولي أو عالمي عدا من دولتين حلفاء لروسيا، هي بيلاروسيا، روسيا البيضاء والنظام السوري. فبالتالي 8 سنوات من إقبال روسيا على هذا القرار أحادي الجانب حقيقة لم يغير أي شيء، وروسيا كما شهدنا يعني هي لا تهتم للقرارات الدولية ولديها حق نقض الفيتو، وهي يعني تضرب كل هذا بعرض الحائط. المجتمع الدولي كله استنكر هذا العمل ورفض الاعتراف بضم روسيا لأربعة أقاليم إليها، ومع ذلك طبعا روسيا يعني لا تأبه لذلك ولا تلقي لذلك بالا، وهي ماضية في أهدافها الاستراتيجية. لكن ضم هذه الأقاليم ربما يزيد من حدة المعارك الدائرة على ميدانيا. الجيش الأوكراني بعد إعلان روسيا ضم تلك الأقاليم الأربعة بدأ بهجوم واسع ومضاد ضد الجيش الروسي، واليوم شهدنا حقيقة يعني حصار لقرابة أو ما يزيد عن 5000 جندي روسي في مدينة هامة استراتيجية بالنسبة لروسيا وهي مدينة ليمان. وفي يعني الساعات المتأخرة من هذا اليوم يعني أعلن الجيش الأوكراني وكذلك الجيش الروسي اعترف بسيطرة الجيش الأوكراني بالكامل على مدينة ليمان وانسحاب الجيش الروسي منها. فبالتالي هذا يدفع الجيش الأوكراني إلى مزيد من يعني الدفع نحو تحرير المناطق التي تم السيطرة عليها، وهذا أيضا يعني يزيد ويمد في أمد المعركة والحرب الدائرة، لأن روسيا دوما كانت تهدد وخصوصا الرئيس فلاديمير بوتين بأنه إذا ما قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى ربما تصل إلى العمق الروسي، فإن روسيا ستكون يعني مضطرة لضرب مركز صناعة القرار في أوكرانيا وهو العاصمة الأوكرانية كييف. اليوم بعد ضم روسيا للأقاليم الأربعة وأصبحت يعني وفق يعني بين قوسين المفهوم الروسي بأنها أراضي روسية بحتة، فبالتالي هذا سيدفع أو سيعطي مبرر لدى الجانب الروسي إذا ما تعرضت هذه المناطق إلى قصف مباشر من الجيش الأوكراني، والجيش الأوكراني لديه من الإمكانيات ولديه من الأسلحة التي حصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ضرب هذه المناطق، لكن باعتبار روسيا هذه المناطق بأنها أراضي روسية بالتالي ضرب هذه الأراضي سيصعد من الحرب وسيكون مبرر لدى فلاديمير بوتين والجيش الروسي من ضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا. حتى اليوم حقيقة طيب دكتور ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى، عفوا عن المقاطعة. دكتور محمد الزواوي، يعني دكتور وائل أطلعنا على تداعيات القرارات على الداخل، على داخل الأراضي الأوكرانية ما يعنيه في الداخل ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن في الخارج
ملف الطاقة على سبيل المثال، الأزمة مع أوروبا، وأيضا فيما يتعلق بالأثار في الداخل المصري، لأن الإعلام المصري بعد ساعات قليلة من قرار بوتين بدأوا يتحدثون عن غلاء أسعار، عن ارتفاع في كذا وكذا. أنا أعتقد أن الجانب المصري هو يضخم من أثار هذه الخطوة من روسيا. لا أعتقد أن هناك تداعيات كبيرة نتيجة لسيطرة روسيا على تلك الدول، فروسيا فعليا مسيطرة عليها المناطق الأربعة منذ فترة طويلة، ومن ثم يعني الآن الإعلام المصري الاتجاه العام هو أن إلقاء بشماعة الفشل أو الإخفاق أو عدم توفير الحاجات الأساسية للمواطن على تلك الحرب، محاولة دائما تبرير أن هناك أسباب أخرى غير النظام نفسه، يعني سواء الحرب في روسيا أو كوفيد أو حتى الثورة. يعني حتى الآن لا زال النظام المصري يحاول أن يسترجع ويستعيد تلك الثورة باعتبارها هي المسبب الرئيس لما نحن فيه، ويريدون يعني لفت أنباع يعني صرف أنظار الشعب عن الإخفاقات الحقيقية للنظام وإنفاقه المسرف والسفيه إلى حد كبير في مشروعات لا عد من وراءها، ومن ثم فهذه الأشياء لم أعتقد لم تعد تنطلي على الشعب المصري. الآن الشعب المصري بات وعيا ويعلم الآن بكل تفاصيل الإخفاقات وكيف أن الحكومة التي لا تستطيع توفير العيش وكذلك العلف للدواجن أو هذه لا تستحق أن تستمر، ومن ثم أعتقد هذه الحرب الدعائية المضادة ومحاولة إلقاء تبعات الفشل على الحرب الروسية أعتقد أنها لن تنطلي على الشعب المصري. طيب فيما يتعلق بملف الطاقة دكتور، ما هي تداعيات هذا القرار على أزمة الطاقة؟ نعم، هو أنا باعتقادي أن يعني في المجال الخارجي سيكون هناك تأثير، وخصوصا في مسألة الأمن الغذائي. التصعيد الذي يدور الآن في أوكرانيا ربما يؤثر على تصدير الحبوب من أوكرانيا وتحديدا الاتفاقية التي تمت بوساطة تركية. اليوم على سبيل المثال بعد سيطرة الجيش الأوكراني على مدينة ليمان، قام الجيش الروسي بقصف مدينة أوديسا وهي مدينة يقع فيها الميناء الذي يتم تصدير الحبوب منه تحديدا. تم قصف المدينة بصاروخين من طراز إسكندر سقطت في مناطق استراتيجية بالنسبة للجيش الأوكراني، فبالتالي ربما هذا التصعيد الدائر الآن ربما ينسف هذه الاتفاقية ونعود إلى المربع الأول والحديث حول أزمة غذاء عالمية وخصوصا في مجال الحبوب، فلا بد من الإشارة إلى هذه النقطة. فيما يتعلق في مسألة الطاقة، يعني نحن لاحظنا في الأسابيع الماضية هناك أزمة الآن دائرة ما بين روسيا والدول الاتحاد الأوروبي حول مسألة تزويد أوروبا بالغاز الروسي، وخصوصا ما تعرض له نورد ستريم واحد من تفجيرات من تفجيرين أو ثلاثة تفجيرات، وما زالت التحقيقات مستمرة في هذا الأمر. الآن أوروبا تعيش حقيقة أزمة طاقة حادة. نحن مقبلون على فصل الشتاء، هناك سيكون درجات حرارة منخفضة جدا. بعض هذه الدول تعتمد بشكل أساسي على الغاز في التدفئة، فبالتالي أوروبا ستكون أو ستعيش حقيقة أزمة شتاء قارس حادة لم تعشها من قبل. كذلك فيما يتعلق بالتيار الكهربائي، وشاهدنا بعض العواصم الأوروبية التي كانت يعني تزينها الأنوار ليلا، هذه العواصم أصبحت الآن تطفئ تلك الأنوار ليلا من أجل التخفيف من ضرر أو النقص الذي يمكن أن تتسببه مسألة الإمدادات الغاز لأوروبا، فبالتالي أصبح هناك ترشيد للطاقة. فبالتالي حقيقة هذه الأزمة هي مستمرة ولن يكون هناك يعني حل لهذه المسألة على الأمد القريب، وكل الحلول التي طرحت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول الطاقة البديلة حقيقة كل هذه المخططات حتى هذه اللحظة لم تجد يعني أي طريق لها من ناحية واقعية، لا تزال هي يعني نظريات، ولكن على أرض الواقع حتى هذه اللحظة لا تزال جميل. المنطقة تعيش. دعني أعود دكتور محمد الزواوي مرة أخرى. دكتور محمد، في الحقيقة يعني المتابع للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية يجد تهنئة من السيسي لرئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية الجديدة جورجيا ميلوني، ويجد العالم كله يتحدث عن قرارات فلاديمير بوتين وأثر ذلك على ملف الطاقة وعلى هذا التصعيد، ولكن السيسي لم يتحدث لا من قريب أو بعيد عن هذه القرارات. هل من تفسير؟
وطبعا الان مصر بتعتبر روسيا بديل للولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بالسلاح وخلافه. الان هناك خبر ان يعني الاداره الامريكيه قد حجبت بعض المعونات العسكريه او المعونات الاقتصاديه المصريه ويعني قامت بتوزيعها في مجال اخر ومن ثم. فالان مصر الان لا تريد اغضاب روسيا، الان تريد دائما ان تظل روسيا كنافذه بديله للتسليح المصري وكذلك للمساعدات، و ايضا فيما يتعلق بمجال الطاقه الان روسيا ايضا تساهم في بناء محطه طاقه نوويه في الضبع، ومن ثم يعني مصر الان هي لا تريد اغضاب طرف، تريد ان تظل على الحياد. ولكن طبعا الخطوه المتعلقه بفوز هذه المراه المتطرفه يعني الحقيقه يعني يثير الاستغراب، بالرغم من طبعا هناك روابط كثيره في روابط اقتصاديه و تجاريه وشراكه في مجال الطاقه طبعا مع شركه إيني الايطاليه، ولكن هذه المراه يعني طبعا هي لها خطابات عنصريه شديده جدا، وليس من اعتقد من المصلحه لمصر ان تقوم بتهنئه يعني هذه الحكومه يعني او هذه قالت يعني اعتقد لها تصريح واضح. طيب دكتور محمد، يعني فكره ان السيسي يصدر الغاز يرشد الكهرباء في الداخل ليصدر الغاز الى اوروبا، فهذه مساعده علنيه لاوروبا ضد روسيا، وفي نفس الوقت يفتح ميناء الحمراء المصري للنفط الروسي في عمليات قرصنة أشبه بعمليات العصابات للتحايل على العقوبات ضد روسيا، واليوم لا ينتقد روسيا في قرار ضم 4 مقاطعات أوكرانية. يعني هل يدير السيسي ملف الحرب الروسية الأوكرانية وعلاقاته بالجميع بذكاء، أم أنه سيدفع ثمن هذه السياسة؟ هو الحقيقه ان ملف النفط الغاز في مصر هي هو مصر لا تسيطر عليه بصوره كبيره، هناك شركات اجنبيه هي اللي تسيطر عليه يعني شيل واكثر من شركه، حتى محطات تسييل غاز يعني مصر ليست لها نسبه تذكر، حتى فيما يتعلق بحصه مصر حتى من حق الظهر نفسه مصر لا تتعدى حصتها 30% والاستهلاك المحلي يعني يفوق ذلك. ومن ثم بالرغم حتى من ان السيسي قام بتوقيع اتفاقات لتسييل غاز وتصديرها الى اوروبا، الا ان الناتج الاخير المحصله الاخيره الاقتصاديه لمصر لا تكاد تذكر. يعني الحقيقه ان هذا الملف هو ليس في يد الدوله المصريه بقدر ما هو في يد الدول الاوروبيه المموله لمحطات تسييل والمسيطره على ملف الغاز، ومنها طبعا شركه إيني الايطاليه. الان مصر الان هي واحده من اكبر مستهلكين الغاز في المنطقه، والان يعني مع الاسف طبعا بدات مستورده للغاز الان مصر وليست مصدره، تستورد من اسرائيل وتضخها في الشبكه المحليه، وكذلك يقال طبعا انها طبعا معظم الغاز الذي يتم تسييله بالاساس في محطات تسييل الغاز في ادكو ودمياط هو غاز اسرائيلي، بالعكس كمان ده الان يتم الان ضخ الغاز الاسرائيلي في شبكه الغاز العربيه الان بيتم تصديره الى لبنان وغيرها. ومن ثم فملف الغاز الحقيقه كغيره من الملفات مع الاسف الشديد ان مصر لا تسيطر عليه بصوره كبيره، ولكن الان القرار المصري لم يعد مصريا خالصا، قيمه مصر كدوله اقليميه لم تعد بذلك الثقه الاقليمي، حتى في الترتيبات الاقليميه كلها لم تعد مصر بذلك طيب. الثقل، والان بدات هناك مراكز ثقل اخرى تبرز في المنطقه. طيب دكتور وائل، الحقيقه سؤالي يعني الاعلام المصري كلما اتخذت روسيا قرارا أو كلما تصاعدت الأزمة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الإعلام المصري يتحدث عن أن الأزمات الاقتصادية التي نعانيها في الداخل هي بسبب هذه القرارات، هي تداعيات هذه الحرب. كمحلل سياسي أوكراني، إلى أي مدى تؤثر قرارات مثل قرارات البارحة على اقتصادات دول بحجم مصر في ساعات قليلة؟ يعني حقيقة يعني أنا كما تفضل ضيفك الكريم لا أعتقد بأنه يعني الأزمة الأوكرانية لها ذلك التأثير الكبير على اقتصاديات بعض الدول العربية، وإنما هناك يكون في تضخيم، وربما بعض الأنظمة تستخدم هذا كشماعة كما ذكر ضيفك الكريم. نعم على مستوى العالم هناك يوجد أزمة غذاء، ولكن هذه الأزمة ليست يعني هي مرتبطة فقط بالأزمة في أوكرانيا، حتى قبل يعني الحرب الروسية الأوكرانية العالم كان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، من بطالة، من تضخم مالي إلى ما إلى ذلك. فبالتالي الحرب الأوكرانية هي أتت وحقيقة فاقمت من هذه الأزمات، وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة. لكن بعض الدول تأثرت بشكل كبير جدا، وخصوصا الدول الفقيرة في أفريقيا في مجال الحبوب تأثرت بشكل كبير جدا، وبدأت منظمة الصحة العالمية تتحدث عن منظمة الغذاء العالمي تتحدث عن
مجاعات ربما تكون في بعض الدول. نعم هذا الكلام صحيح، لكن للأسف الشديد هناك بعض الأنظمة تستخدم ذلك كذريعة وشماعة على فشلها في إدارة شؤونها وشؤون تلك الدول. فبالتالي أنا باعتقادي الشخصي كما يعني أشاطر ضيفك الكريم الرأي في أن يعني هناك في تضخيم وتستخدم يعني هذه كشماعة لفشل الأنظمة. أشكركما شكرا جزيلا عبر الإنترنت دكتور وائل العالمي المحلل السياسي الأوكراني ودكتور محمد الزواوي المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة زكريا، شكرا جزيلا لكما. الحقيقة امبارح بالليل كان في كارثة جديدة اسمها كارثة دمياط على تويتر، الناس كلها بتتكلم عنها، بتتكلم عن سفاح اسمه إبراهيم الخياط، وحادثة بشعة جدا، ضرب بالسواتير وقطع ايد لوالدته اللي بتحاول تدافع عنه، بلطجي طلقينه على الناس في الشارع. فاحنا الحقيقة بنسأل حضراتكم بعد الفاصل، بعد كارثة دمياط هل تشعر بالأمان في مصر؟ مصر بلد الأمن والأمان، هل انت بتمشي في الشارع مطمن او لا؟ تابعونا. بعد كارثة دمياط هل تشعر بالأمان في مصر؟ ده سؤال الساعة دي، وده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم. لكن خلينا كده نتعرف مع بعض على المصيبة والجريمة البشعة وكارثة دمياط اللي حصلت امبارح في شوارع كفر البطيخ. نتابع لحد ما الفيديو ده اتعرض دلوقتي، ولحد ما أنا واقف معاكم على الهوا هو بعد مرور تقريبا 24 ساعة، الراجل ده لسه ما تقبضش عليه. ده وفقا لمعلوماتي، ما حدش كتب، ما فيش بيان طلع ان الراجل ده اتقبض عليه. فيا جماعة الخير، الراجل ده لسه حر طريق بيهبب ايه؟ الراجل ده راح نام فين؟ الراجل ده النهاردة الصبح اكل ايه؟ مشى في انه شارع؟ قابل مين؟ قعد مع مين؟ راجل ماشي بسطور امبارح في كفر البطيخ في دمياط، ضارب واحد كان هيقتله وقاطع ايد امه، مين ده؟ ومين بيحميه اصلا؟ ومين سامح له بحاجة زي كده؟ الناس على تويتر بتقول ان الراجل ده ارتكب جريمة مشابهة من 4 شهور ومحدش عمل له حاجة. عشان كده مقدمة الحلقة اللي كنت بتكلم عليها، اللي زي ده كنا نعرفه ايام مبارك بالبلطجية، وكنا عارفين ان دول البلطجية وكانوا معروفين. انا شخصيا اعرف ضابط معين في محافظة دمياط كان بيتعاون مع البلطجية دول وبيديهم فلوس وبيظبطهم، لحد ما في مرة اختلف معاهم فسرقوا السلاح الميري بتاعه في منطقة اسمها الشعرة في دمياط، من غير ما اقول اسم الضابط. فكانوا بيشغلوهم، كانوا شركة، كانوا عارفين بعض، كان من كل حاجة ما بينهم. انا لما اسمي نزل في قائمة اغتيالات بعد 4 كان ضابط شرطة منزله البلطجية. يعني انت بتتكلم في جهاز اعمال قذرة، في عصابة الداخلية هي اللي مشغلاها وعرفاها بالاسم وسيباها وطلقاها على خلق الله. لما قامت الثورة طلع لنا مصطلحين، مصطلح الطرف الثالث ده عرفنا من المخابرات الحربية، لكن طلعوا لنا كمان مصطلح ايه بقى؟ السيسي، المواطنون الشرفاء. وانا قلت في بداية الحلقة وما هم بشرفاء، هم عينة من اقذر ما يمكن في الشارع المصري، عينة البلطجية اللي السيسي حولهم والإعلام حاول يجملهم وسماهم المواطنون الشرفاء. فالمواطن الشريف ده عند السيسي ونظامه هو البلطجي، هو السفاح بتاع كفر البطيخ اللي كان هيقتل واحد وقطع ايد والدته. المصيبة السوداء انه من 2-3 سنين الشرطة بتاعتنا، مدرسة الأخلاق الحميدة، وزارة الداخلية قررت انها تعمل حاجة اسمها الشرطة المجتمعية، اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم البلطجية اللي خلوهم مواطنون شرفاء، هنخليهم بقى شرطة مجتمعية عشان يشتغلوا تحت ايدينا. فمش بعيد السفاح ده يطلع مثلا شويش في الشرطة المجتمعية، مش بعيد ان هو يطلع يقولك في الاخر ان هو كان بيحاول يقبض على المواطن اللي اسمه محمد شبانة ووالدته لان هم بينتموا لمش عارف ايه. أصمين ده يا جماعة السفاح ابراهيم الخياط ده؟ لا، ده في الشرطة المجتمعية، ده وزارة الداخلية معيناه بقانون كذا لسنة كذا بمادة كذا. فالراجل ده كان بيمارس القانون، اي قانون الحياة انا مش عارف. لكن هل مصر فيها امن وامان حقيقي؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحكومة المصرية في 2021 في بيان رسمي نقلت عن مصدر اسمه جلوبال فاينانس، وهي مجلة دولية،
قالت إن إحنا تقدمنا 39 مركز أو 38 مركز في مؤشر أكثر دول العالم أماناً من حيث الأمن الشخصي لعام 2021. احتلت مصر المرتبة 65 من أصل 134 دولة، ده جلوبال فاينانس 2021. الحكومة في القصة دي نشرت إنفوجراف على الموقع الرسمي احتفت بيه كل المواقع المصرية وقالت يا جماعة افرحوا إحنا أكثر أماناً من مين؟ كان عنوان اليوم السابع من الولايات المتحدة ومن بريطانيا. فحضرتك في 2021 الحكومة بتاعتك اللي بتحكمك قالت إن إحنا وفقاً لجلوبال فاينانس فإحنا أكثر أماناً من مين؟ من الولايات المتحدة، من أمريكا ومن بريطانيا. طب الحمد لله. طيب لما قرينا الخبر ده حبينا نبدأ بيه لأن أنا زي ما قلت إحنا بنجيب الأخبار بمصادرها. فالحكومة المصرية بتقول إحنا بين مركز 65 اتقدمنا 39 مركز في التصنيف العالمي. طيب وزارة الداخلية بتقول إيه؟ بتقول إن بلغ عدد حالات القتل في القاهرة وحدها 322 جريمة قتل لعام 2021. طيب القاهرة هي في المركز الأول في أخطر مدن العالم على النساء، ده وفقا لتومسون رويترز في 2017. القاهرة العاصمة المصرية في المركز 57 من أصل 60 مدينة في قائمة أكثر مدن العالم أمانا لعام 2021، دي الإيكونوميست. إحنا 57 من أصل 60، يعني بيننا وبين آخر مدينة 3 مراكز بس. طيب القاهرة كمان وفقا لنفس تصنيف الإيكونوميست في المركز 51 من أصل 60 مدينة في قائمة أكثر مدن العالم في الأمان الشخصي، يعني إحنا 9 من تحت، مش كده؟ ده مش حاجة كويسة، إحنا 51 من 60. طيب إيه كمان له علاقة به؟ المخدرات، مش كده؟ زادت نسبة تعاطي المخدرات المخلفة الصناعية في مصر من 7% ل17% في آخر عامين، ده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. طيب عدل العاطلين في مصر، ما هو من الأسباب برضو اللي بتحصل من المسجلين على قوة العمل، خلي بالك ده مش الإجمالي، ده من المسجلين على قوة العمل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2,151,000. رقم دايما بقوله بقول قبله وبعده انه مش عيب، لكن هو بيعبر عن مشكلة موجودة. 25% من المصريين بيعانون من مشاكل نفسية، منهم فقط 4.4% يتلقون العلاج. ده المسح القومي للصحة النفسية وزارة الصحة في سنة 2018. واخيرا 30% من إجمالي المشخصين باضطرابات نفسية في مصر يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، ده أيضا المسح القومي للصحة النفسية وزارة الصحة في 2018. فإحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن الحكومة بتقول يا جماعة إحنا كويسين قوي، إحنا عندنا يعني تصنيف كويس، إحنا تقدمنا 38 مركز، لكن الواقع اللي إحنا عايشينه اللي أهالينا عايشينه في مصر بيقول كلام غير ده، بيقول ان الواقع مختلف خالص. تعالوا نشوف كده على مواقع التواصل الاجتماعي الناس رأيها ايه في كارثة دمياط وفي اللي حصل امبارح. علاء زكي بيقول ما يحدث في مصر هو سقوط الامن العام امام البلطجية. الامن العام كارثة محتاجة دراسة، الناس في الشوارع تحت رحمة البلطجية والمسجلين خطر. يا استاذ علاء الشرطة المصرية والنظام هو اللي مشغل البلطجية مش حد تاني. تغريدة أخرى لمين؟ أحمد بيقول سفاح إيه يا جدعان، قتل كم واحد يعني عشان الدوشة دي؟ 1-2 أصاب قبل كده 10 ولا 15، روع بلد كاملة وربى الخوف في نفوس ناس على أولادها وعلى بلدها. طب إيه المشكلة؟ الدولة عندهم الأهم يا جماعة، الإخوان وأي حد يقول إن سياسة البلد غلط دول خطر أكبر على الكرسي. يبقى أحمد أنا الحقيقة مش عارف هو بيتريق ولا بيتكلم بجد، لكن دي وجهة نظره قريناها زي ما كتبها. تغريدة كمان من مين؟ من أحمد برضو بيقول إحنا في زمن تبقى بلطجي عادي، نصاب عادي، قاتل عادي، مرتشي عادي، بس أهم حاجة ما تكونش إخوان. والله أنا سعيد إن الناس بدأت تتكلم في الكلام ده عادي كده على مواقع التواصل الاجتماعي. تغريدة أخرى من مين؟ من ريم. ريم بتقول الصراحة وزير الداخلية يتشال، واللي ماسكين مديريات الأمن ما عادش حد بيخاف من القانون ولا بيعبروا اللي في دماغه حاجة بيعملها قدام الناس اللي تخوف من الحساب. يا ريم المشكلة ان وزير الداخلية عارف بالناس دي ويمكن هو اللي مشغلهم، ما بقولك عمل لهم قانون الشرطة المجتمعية، مش بعيد إبراهيم ده يطلع شغال معاهم أصلا يقولك ده أمين شرطة عندنا في الشرطة المجتمعية. نشوف تغريدة كمان. المستر عصام القزملي بيقول احنا رايحين على فين؟ الموضوع اصبح منتشر وشبه يومي للاسف، احنا وصلنا لما واحد يحصل معاه موقف تلاقيه يقول انت ما تعرفش انا تابع مين، تعرف فلان الفلاني البلطجي انا صاحبه وقريبه، ينفع كده مصر؟ البلطجي هو سيد الموقف. ده الشرطة المجتمعية يا مستر عصام لو سمحت،
القانون بتاع النظام الحالي رخص للناس دي، خلاهم شرطة مجتمعية، فبقى عندنا مدرسة الأخلاق الحميدة اللي هي وزارة الداخلية، وعندنا الشرطة المجتمعية اللي هم البلطجية. ونعمة يعني، نعمة الأمن والأمان والله. طيب اسماعيل بيقول التغريده الاخيره معانا، السفاح اخذ شهرين قبلها في شق بطن شخص وطلع، لو كان حد بلغ عنه انه اخواني كان افضل والله، لكن تبلغ عن بلطجي محدش هيعبرك. انا عندي مشكله في التصنيف ده، لو قناعه الناس انك عشان حد يتقبض عليه قول انه اخوان، بس لو بلطجي لا، فده بيهدم اسطوره الامن والامان، بيقول لك ان دي عصابه ديكتاتوريه بتحكم البلد بس عشان تحارب فصيل معين، لا ليها علاقه ببلطجه ولا بامن ولا بامان ولا باي حاجه. خلينا نروح نقعد ونستقبل اتصالاتكم بعد كارثه دمياط. هل تشعر بالامان في مصر؟ لكن نسمع عبد الفتاح السيسي بيقول الاول وبعدين نستقبل اتصالاتكم فورا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، لكن مصر بتحيا بالامن والامان، مش بالخطب وبالكلام الفارغ وبانك ترخص للبلطجيه القصه وتخليهم شرطه مجتمعيه. معنا احمد من الشرقيه، اهلا بك يا احمد. احمد اهلا وسهلا. طبعا بحييك وبحيي فريق العمل بقناة مكملين. طبعا سعيد ان اكون معاك النهارده، ويمكن دي اول مره اتشرف ان اكون معاك. شرف ليا يا استاذ. طبعا يا دكتور، يعني الله يبارك فيك. طبعا احنا لو اتكلمنا دكتور الكوارث كثيره، سواء كوارث ناحيه الامن والامن، لكن السؤال هل اصلا هناك امن في مصر؟ يعني انت عشان تشعر بالشيء لابد ان يكون موجود، عشان تقول ان الشيء موجود تشعر بها او لا تشعر عندما يكون متواجد. لكن هل السؤال هل هناك امان اصلا في مصر حتى تشعر به او لا تشعر؟ انت ايه رايك، في ولا مفيش؟ يا دكتور انا بقول هؤلاء اعداء الامان، لان الامان اذا كان موجود فهم مش هيكون موجودين. ايه السبب او ايه الاسباب اللي دفعت المجتمع المصري الى ما هو فيه الان؟ اولا غياب الدولة عن تطبيق القانون، وتطبيق القانون بيكون يعني هو العامل الأساسي لأن الأمان ينتشر في ربوع مصر. ولكن تطبيق القانون نفسه أصلا هم أعداء له. أعداء له ليه؟ لأن لو القانون طبق هم مش هيبقوا موجودين. القانون أساسا لو طبق هم مش هيكونوا موجودين، لأنه يطبق على الصغير قبل الكبير وعلى الكل، فهم أعداء ليه. ثانياً انشغال الأمن، انشغال الأمن بالسياسيين، انشغال الأمن بفصيل معين، انشغالهم عن الأوضاع اللي بتحدث في مصر. فطبعاً هذه هي الكارثة. اسمح لي يعني أقول إن طبعاً أنت مسيطر وأنت تقود وأنت، ولكن هل هب مثلاً لو أن القرود استطاعت أن تسيطر على سيارة، هل هي تستطيع قيادتها؟ لم تستطيع. فالسيطرة لا تعني القيادة كما في عالم البشر. المسيطرون كثير ولكن القادة نادرون. دكتور أسامة، أقول للشعب المصري عندما دخل ذئب حظيرة الخراف فأكل نعجة بيضاء ففرحت الأغنام السوداء، ثم عاد وأكل نعجة سوداء فقالت النعاج البيضاء ذئب عادل وما زال الذئب يمارس عدله فيهم حتى اليوم، فلا الذئب اكتفى ولا القطيع أبصر. شكرك جدا يا أستاذ أحمد على المثل الأخير ده، الحقيقة بيحكي الحكاية كلها. شكرا جزيلا. معنا حنفي من الفيوم، أهلا بك حنفي. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير على عيونك. مساء النور. طيب يا دكتور لو سمحت، احنا عايشين حاليا دلوقتي تهوت في مصر الشمالية. احنا في مصر الشماليه، صدقني انا يقينا انا بقول لك ايه، وانا عارف وانا ادرك انا بقول ايه. مصر الشماليه دي زي كوريا الشماليه كده، ده مصر يعني. في مصر الشماليه سميها مصر الشماليه، دوله دكتوراتيه عسكريه زي ما انت عاوز تسميها سميها. حضرتك احنا دلوقتي مفيش راي والراي الاخر، وبالنسبه كمان هقول لك مفيش حاجه اسمها تداول السلطه في اي هدف في دوله في مصر او في دوله في اي دوله عربيه، ما فيش حاجه اسمها تداول السلطه. انتهت الموضوع. المفروض احنا بلد حضاره نصدر الحضاره للعالم ونتباهى بعصر الفراعنه ونتباهى بعصر الانجازات العظيمه ومن حتب وكلام من ده، لكن احنا نطبقه على نفسنا؟ لا، احنا نتباهى بالقديم فقط، انما الجديد ما نتباهى بيه.
عاوز تطبق دولة، خلي الدولة ده هيت يمسكوها أهل العلم، أهل العلم، أهل البحث العلمي، أهل سياسة واقتصاد. بينسكهاش يقول لك الحكاية كانت كده وإحنا كنا كده وبرغم من كده عملنا كده. إيه هي دي؟ إيه هي كانت كده والدنيا كانت كده وإحنا عملنا كده؟ ده عايز يسنبلون في كل الرموز بتاعته. معلش معلش يا أستاذ حنفي، بس خلينا أسألك سؤال معلش. دلوقتي الحكومة بتاعتنا بتقول إن إحنا تقدمنا 38 مركز على مستوى العالم في الأمن والأمان، وإن المواطن حاسس بالفرق ده من 2019 ل 2021 وضعنا بقى أحسن. طيب بس كل يوم بنسمع عن حادثة زي اللي حصلت في دمياط امبارح. أنت عايش في الفيوم أهو، قول لي أنت حاسس إن الأمن والأمان أحسن في مصر ولا لأ؟ يا فندم أمن إيه وأمان إيه يا فندم؟ أمن إيه وأمان إيه وأنا هموت من الجوع؟ إيه الفرق؟ أنت رايح تبني حجر؟ ابن بشر الاول يا فندم، ابن بشر الاول، ابن عقول الاول. واقول لك يا حضرتك، هقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص، معلش استحملني. اتفضل. المشوار اللي احنا عاملينه ده عامل زي ما يكون جايب لواحد بدله جديده وكرافته جديده وجزمه جديده وجسمه متقطع وسخ من جوه. مصر لو مؤاخذة في اللفظ، مصر وسخه من جوه يا فندم. ابن عقول الاول يا فندم، ابن بحث علمي. التوك توك احنا بنجيبه من الهند، والترسيكل بنجيبه من الهند، والموتوسيكل بنجيبه من الصين. ما نعرفش نعمل هل احنا اغبياء يعني؟ هل ما نعرفش نصنع الحاجات دي؟ هل احنا حمير؟ انا بشكرك. هل يعني مصر ما فيهاش كوادر تطلع؟ انا بشكرك جدا يا حنفي والله. لا طبعا مش حمير ولا اغبياء، مصر فيها كوادر وفيها كفاءات، لكن للاسف اللي بيحكمها مش عايز يشوف الكلام ده. اللي بيحكمها عايز يفضل يستورد من كل حته ويطلع ينظر على الناس ويقول لهم ازاي 100 مليون مش عارفين يصدروا ب 100 مليار. معنا ايهاب من هولندا، اهلا بك ايهاب. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء النور يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا طبعا وكل الزملاء على الدور التوعوي والدور العظيم اللي بتعملوه معانا في مصر، يعني الناس اللي عايشه في مصر في الغيبوبه اللي عاملينها وفي البروباجندا، الحاله البروباجندا اللي عاملينها لهم دي في مصر. وكل الاحصاءات بتاعت حضرتك. الو، معاك يا ايهاب، اتفضل كمل. كل الاحصاءات بتاع حضرتك دي حضرتك بتقولها من واقع دفاترهم، من واقع سجلاتهم. الواقع اكيد بيقول ان اضرب في الكلام ده 2 و3 دبل زياده طبعا. ودي مش غايبه حاجه، مش غايبه ابدا عن الشعب، الناس اللي عايشه في مصر. انا مش عايش في مصر للاسف، لكن متابع جدا للشان، حاجه مؤذيه جدا يعني. الدوله هي اللي، انا رايي ان الدوله هي اللي راعيه للكلام ده. حضرتك في كذا حادثة قبل كده، الراجل اللي كان ماشي بسلاح ده، مش عارف انتوا تفتكروا احسن مني، وكان ملتحي وكان ماشي بسلاح في عيد جنب كنيسة وضرب نار والناس طلعوا مسكوه، والحكومة كانت برضو مفيش اي رياكت، ولا نعرف الراجل ده اتحاكم ولا ما اتحاكمش ولا اي حاجة. غير قانون، زيرو قانون في البلد للأسف. اهانوا القانون واهانوا الدستور اللي هو يعني العدل ده ابسط حاجه يعني، عشان تقوم عليها دوله يعني. والناس مش غايب عنها حالات العربيات اللي كانت بتضيع وتروح عشان حد يرد عليك. ده يعني ناس من عيلتي في القاهره عشان يردوا عليك. الحرامي اول ما تبلغ حضرتك في الاسم، الحرامي بيتصل بيك او السائق العربي بيتصل بيك بعديها يوم او يومين، وبيسأل وبيقول لك اهو تعالى نتفق وبكام وكذا، وبيحاسب وتاخد عربيتك وبتمشي. والناس عارفه كده في مصر، لان دي حالات عن دي حالات شخصيه انا اعرفها. طبعا انا اعتقد ان مفيش حد في مصر عايش في امان، وان دون الدوله دلوقتي يمكن مزوده الكلام ده، والنظام مزود الكلام دون علشان الحاله الاقتصاديه السيئه اللي هم عايشين. شكرا جدا يا ايهاب من هولندا، وضحت الصوره، شكرا جزيلا. يوسف من مصر، اهلا بك يا يوسف. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. معلش يا دكتور استحملني دقيقتين، مش هزود عن دقيقتين بالظبط، 120 ثانية. انتوا المنبر الوحيد لينا، انتوا القناة مكملين، وانا مش قادر اوصل صوتي خالص. وارجوك حتى لو الموضوع مش خارج الاطار في النهارده، لكن هو بلطجة. هو اذا راح شمال ولا يمين هو بلطجة، بس بلطجة من الدولة اكثر من البلطجة اللي احنا شايفينها في الصور دي. ولادنا يا دكتور، ولادنا ثانوية، ابن اخويا ثانوية عامة جاب 99.2% في دولة عربية خليجية مش عايز اقول اسمها. يوم 28 اول امبارح ظهر التنسيق، واخد بال حضرتك بيظهر التنسيق امتى؟ قبل الدراسة بيومين. شوف الاجرام، تبقى احنا امنية حياته يدخل كلية طب. ف
فروحنا تقدمنا الجامعه 6 اكتوبر 160 الف جنيه علشان لو ما جابوش الطب في الحكومي يبقى احنا ضامنين مقعده في الجامعه الخاصه. يظهر التنسيق الحمد لله يوم 28 يوم الاربعاء اللي فات كليه الطب فاقوس. ايه طب فاقوس ده؟ المهم الطب حكومي وخلاص، اه طب في مصر مش مشكله، الولد عايز يدرس في مصر وعايز يشتغل في مصر وعايز يخدم بلده وكل امله في الطب. الحمد لله رب العالمين، لغايه كده كويس تمام. رحنا جامعه 6 اكتوبر عشان نسحب فلوسنا وهيخصموا منها 10% مش مشكله، ان شاء الله يخصموا منها 30-40%. دوم الجامعه 6 اكتوبر تقول لنا التنسيق ده هيتغير. خلي بال حضرتك بعد ما جات لنا طاقه الترشيح، ولو أنا لو مش احنا في جمهوريه الخوف كنت بعت لك صورتها دلوقتي، ترشيحك لكليه طب فاقوس. رحنا نسحب فلوسنا من جامعه 6 اكتوبر، قالوا لنا التنسيق ده هيتغير في خلال ساعه او ساعتين بالكتير. يعني ايه يا ابني؟ يعني ايه التنسيق هيتغير في خلال ساعه او ساعتين بالكتير؟ هي احنا في جمهوريه موز ولا ايه؟ ده تنسيق وجات لنا طاقه ترشيح. قالوا لنا طيب لو جيتوا لنا تاني تقدموا تاني مش هنقبلكم. راجعوا الايميل بتاعكم في خلال ساعه او ساعتين التنسيق هيتغير. الكلام ده ازاي ما وصلش بوسائل الاعلام المعارضه يا دكتور؟ ازاي؟ بعد ساعتين بالظبط بنفتح الايميل لقينا كليه البترول والتعدين ترشحت من كليه البترول والتعدين في مطروح. اتصلنا بزملاتنا لقينا كل الاوضاع بالمنظر ده، اللي جاله طب جاله بعد كده ألسن، اللي جاله علاج طبيعي جاله بعد كده تجاره. ورق الترشيح ثانيه يا دكتور حضرتك متخيل البطاقه؟ ورق الترشيح ثانيه بعد 6 أو 7 ساعات من ورقه الترشيح الاولانيه ومعانا الاثنين. ارجوك يا دكتور معلش هو الموضوع خارج الاطار، بس انت حضرتك امبارح جبت حلقه رائعه عن التعليم وانا ما لحقتش ادخل معاك من الدخله لان كنت خارج. الموضوع ده اتكلم فيه يا دكتور، خلي فريق الاعداد يسال عليه، ربما على ايد حضرتك يختشوا على دمهم ويرجع الوضع تاني. حاضر يا دكتور. جايبين الفلوس دي بتروح الروح يا دكتور. حاضر يا دكتور. واخويا ده سالب الفلوس دي علشان يقدم لابنه، ارجوك يا دكتور اسامه. لا على راسي يا يوسف والله، وفريق الاعداد سمعك وهنشتغل على القصه دي حاضر، يعني نحاول نتحقق منها ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. بالله عليك اتاكد من كلامي، ولو عايز صور خايفين حتى نشوف. ابعت يا يوسف الارقام قدامك، الرقم اللي انت متصل بيه لو عندك اي وثائق او حاجه ابعتها وان شاء الله هنشوفها ونحاول نناقش القصه باذن الله. شكرا جزيلا لك يا يوسف من مصر. في رسالة بس أقرأ شوية رسائل، في رسالة من غير اسم الحقيقة بتقول ممكن أتواصل؟ بلاش تشوهوا صورة بلادنا، هتفضل أم الدنيا، ده مش إعلام للناس ولا نقاش، ده قرف. أنا الحقيقة مش عارف حضرتك متضايقة من إيه، يعني هو في يعني الصورة هي صورة بنت يعني بس مفيش اسم. أنا مش عارف إيه اللي في النقاش اللي إحنا بدأناه من أول ما اتكلمنا يضايق حضرتك أو معتبرة إنه هو قرف. إحنا بنتناقش مع الناس في وجهات نظر مختلفة، بنعرض كل حاجة، استعرضنا أرقام منها أرقام حكومية ومنها أرقام رسمية ومنها مؤشرات خارجية للإيكونومست وغير الإيكونومست. فالحقيقة مش عارف اللي مضايق حضرتك إيه بالظبط، يا ريت تبعتيلي تاني لو أو تحاولي تتصل بينا أهلا وسهلا، تدخلي وتقولي لنا أنت إزاي شايفة إن إحنا بنشوه البلد. إحنا بنتكلم على حادثة كارثة، لو دخلتي على تويتر دلوقتي هتلاقيها كارثة دمياط أو السفاح إبراهيم الخياط. لو دخلتي على الهاشتاجين هتلاقي كل الصور والفيديوهات وشهادات الناس ووالدة محمد شبانة اللي هو تم الاعتداء عليه بتتكلم، ومازن أخوه تقريبا، يا رب أكون فاكر الاسم صح، مازن شبانة تقريبا ناشر الشهادة وناشر اللي حصل مع أخوه. فمش عارف فين التشويه، احنا بنناقش حادثة هزة مصر من امبارح. لو انت مش متابعة ادخلي تابعي، لو انت عندك وجهة نظر تانية حاولي تتصل بينا أهلا وسهلا. رسالة بتقول لا يوجد أحد في مصر أو خارجها يشعر بالأمان أو الطمأنينة أو الاستقرار، الداخل يعاني من الفقر والجوع والقهر والظلم والاعتقال والاختفاء القسري، الخارج مطارد من النظام، أصبحنا في ظلام حالك، لابد من الخروج منه إلى النور، النور الساطع نور الحق والعدل والمساواة، ولن يحدث هذا إلا بأنفسنا. طيب رسالة تانية، الأمن في مصر هو أمن سياسي وليس أمن للمواطن، ده أبو علي من القاهرة. أشكرك يا أبو علي شكرا جزيلا. هرجع للرسائل تاني، لكن معنا علي من القاهرة، أهلا بك علي. ألو السلام عليكم يا دكتور أسامة، تحياتي لحضرتك وتحياتي لفريق البرنامج المحترم. أهلا وسهلا. هو حضرتك بس بالنسبة لموضوع الأمن والأمان في مصر، أنا فندم كنت في نيويورك مثلا في 2004 وفي حد يعني كان في حد ماشي فبقول له انت يعني راكب على عجله الناس اللي هم المعاقين وكده، قال لي ده في كنت ماشي رايح الشغل وكده واحد ضرب لي في طلقه في راسي من ورا، بقول له اكيد كان عايز يسرقك ولا حاجه، قال لي والله ما اعرفش انا ما ادريتش، قال لما لقيت نفسي قاعد على العجله دي
والحمد لله يعني مش عايز يرجع مصر على اساس ان طبعا قال لك انا هتعب اهلي وكده، لكن هو اصلا قاعد عشان بياخد معاش وعايش بقى بيقضي. هو عموما يا فندم يعني الامن والامان في حالات بلطجه فرديه بتحصل بالذات في المناطق الشعبيه، او بتبص تلاقي مثلا عيلين راكبين موتوسيكل يخطفوا موبايل بتاع واحد، يخطفوا شنطه من واحده. انا بصراحه الحاجات دي بتحصل، واخد بال سيادتك؟ بالنسبه للبلطجه اللي هو البلطجه بتاع دار السلامه اللي يكون في مشكله بين واحد ويقوم ضربه بسيف ولا بسنجه ويموته، بتبقى خناقات برضه بين مجموعه من الناس، بتبقى في بينهم مشاكل على فلوس، على حاجه مثلا هم ما اتفقوش عليها، فمن هنا بيحصل نوع من البلطجه فعلا. بس ده بالنسبه للمناطق الشعبيه قوي. فيما الحسين يا دكتور اسامه ممكن اقولهم بس لحضرتك، وانا بستاذن الساده المشاهدين، اتفضل. الاخ ابو محمد اللي بيتصل بيكوا دوت يا فندم، ده صنايعي في محل جزار في بولاق الدكرور، بيقول لي انا بحب اتصل بالناس ديت عشان بضايقهم واحرق دمهم واعكنن عليهم عيشتهم. بقول له طب ليه كده؟ بيقول لي انا دماغي كده. في حاجه تانية يا فندم، معلش انا بعمل زي حضرتك، لما باجي مثلا في حد بيتكلم بحط ايدي في جيبي، مش عارف هل ده بيبقى نوع من الخجل الزايد ولا انطواء ولا تعود. شكرا يا دكتور اسامه. اللي هو ايه اخر حاجه ما فهمتهاش؟ انت رحت فين يا علي؟ مع حضرتك يا دكتور معاك. ايه موضوع حط ايدك في جيبك؟ مش فاهم، ما فهمتش اخر حاجه. لا حضرتك لما بتقوم على السبوره او على البروجيكتور بتشرح حاجه بتبقى ايدك الشمال في جيبك. احنا كان عندنا دكاتره في الجامعه بيعملوا كده. هل هي بتبقى عاده ولا نوع من الخجل ولا انطواء؟ لا هي لا خجل ولا انطواء، ملهاش علاقه باي حاجه، هي حاجه عاديه خالص. انت اخويا وانا بكلمك بالمثال. لا على راسي طبعا، انا قلت من الاول اي حد عايز يبعت لي حاجه او استفسار او نصيحه اهلا وسهلا. اشكرك يا علي، هي ملهاش علاقه باي حاجه، هي زيها زي ما انا قاعد كده، ممكن احيانا بحط ايدي كده، احيانا بحط ايدي كده، احيانا بربعها، فملهاش علاقه باي حاجه. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله بص انا عايز اقول لك ان احنا ما شاء الله البلد عندنا بقت كلها مرض، الناس كلها بقت مريضه. والله زي ما بكلمك كده وانا شاهد امام الله النهارده، لسه واحد رامي بنته من الدور الثاني جنب البيت عندي. يا ساتر. انت حضرتك بتتكلم على امن ايه وامان ايه؟ واحد بيكلم واحده بتقول لك انا شاهد امام الله ان انا صوتي وصل في التلفزيون دلوقتي حاليا. انت انا ينفع اخش على اي قناه من القنوات الثانيه بتاعت الاعلام بتاعت بلدنا واقدر حد يسمع صوتي؟ استحاله. لازم أن يكون من فريق البرنامج والاعداد وهتتكلم في ايه وايه طول ايه وايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى. انما احنا بجد مصر في جهل كبير يا دكتور اسامه. بلدنا بقت فيها نسبه جهل رهيب. فانت حضرتك منتظر الجهل لازم ما يجيبش امن وامان وبلطجه وبالدراع واقسم بالله جنب البيت عندنا انت حضرتك بتتكلم على ناس نسبه المخدرات بقت فوق الوصف. هتاخد امن وامان من ايه؟ واحد بيكلمك على انك بتحط ايدك في جيبك يا عم انا بكلمك انت حضرتك ده راجل فاضل بتناقش موضوع انت مالك ممال يا دكتور اسامه. احنا فعلا بلدنا اتدهورت، مصر اتدهورت يا دكتور اسامه. واحده بتقول لك مش عارف ايه واحد يا جماعه عشان خاطر ربنا احنا مش لازم احنا نمسك في الموضوع نفسه بيقول ايه. بلاش ان احنا نخش على شخص واحد بيسيئوا للدكتور يوسف القرضاوي وفضيله الشيخ محمد متولى الشعراء، ده عاوزين يبوظوا لنا كل حاجه. عاوزين يبوظوا لنا دماغنا خلاص. واقسم بالله احنا ما بقناش عارفين احنا ماشيين ازاي. لا عارفين نمشي مصاريف لعيالنا. انا بكلمك كده وعيالي سامعاني. انت عاوزين تبقوا خرطيه اكتر من كده ايه؟ هم انتوا الوسيله الوحيده اللي بنوصل صوتنا ليكم. احنا في كفت والله. وانا اسف ان انا طولت. لا خالص، انا بشكرك جدا يا محمد. انا جاي لي رساله غريبه شويه بتقول لي احنا بنبعت السؤال بعد كارثه دمياط هل تشعر بالامان في مصر؟ فانا اقرا لكم الاجابه وبعدين يعني مش عارف اسيب لكم التعليق ولا علق انا. فالاجابه حد معلق بيقول ايه المشكله؟ ما هو بيحصل في كل مكان في العالم، حادث مروري، قضاء وقدر. ايه دخل مصر وامانها في مشكله مروريه؟ ربنا يرحم هؤلاء الشباب ويسكنوا فسيح جناته. النمره غلط يا استاذ. احنا بنتكلم في حاجه تانية. انت استنبط الرد دي كنت مجهزها عن حادثه مروريه، بس احنا مش بنتكلم على حادثه مروريه. احنا بنتكلم على بلطجي.
بلطجي الشرطة قننت له أوضاعه وخلته شرطة مجتمعية، راح ضرب واحد بالسطور امبارح وبعدين قطع له ايديه، وبعدين والدته بتدافع عنه فقام قطع لها ايدها، وبعدين روح. مش بتكلم على حادثة مرور يا أستاذ يا محترم، القصة مش في حادثة مرور. يا جماعة الخير روحوا اقروا، أنا ما عنديش مشكلة أناقش أي حد في أي حاجة، الحمد لله يعني ربنا أنعم على الواحد بقدر من الهدوء والثقافة وطولة البال في النقاش، ما عنديش مشكلة والله أتناقش مع أي حد في أي حاجة، بس مش ممكن يعني. ما هو ده نقاش عن جهل، أنت مش عارف إحنا بنناقش إيه ومش عارف إيه موضوع الحلقة، بس داخل تدافع عن النظام. هعتبر إن أنت مش لجنة إلكترونية، هعتبر إن أنت شخص حقيقي. ما هو أنت كده بتهين النظام اللي أنت بتدافع عنه وبتهين نفسك، يعني أنت بتفقد نفسك المنطق في النقاش مع أي حد. فقرة اتصالات يعني نقاش، يعني ناس بتقول آراء وناس بتناقشها، فالمفروض أن أي حد متصل مش بيزعق مش بيشتم وعنده منطق أو حجة يقنع بيها الآخر، مش كده؟ أنا ده ما أفهمه عن برامج التفاعلية. طيب لما أنت داخل تدافع عن النظام فأنت لا عارف موضوع الحلقة ولا عارف الحادثة اللي بندافع عنها، وداخل حاطط اسطمبة حادثة مرورية وفي كل مكان في العالم، يعني ما صحش كده. ما انتوا كده بصراحة بتعروا النظام أكتر من أي حد تاني يعني. طيب معنا محمد من الأليوبية، أهلا بك يا محمد. أهلا وسلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور أسامة؟ عامل إيه؟ أهلا وسهلا حضرتك، اللهم متعك بالصحة يا رب. كده أنا أول حاجة أنا إنسان كفيف وما بشوفش. تمام يا دكتور أسامة؟ ربنا يعني يصبرك ويعينك ويجعل هذا الأمر وصبرك عليه يعني شفيع لك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. أنا أول حاجة بحب أسمع صوتك وصوت الدكتور محمد ناصر وأستاذ معتز والناس المحترمة اللي زيكم. أول حاجة. تاني حاجة، في حاجة اسمها النخنوخ الكبير والنخنوخ الصغير اللي موجودين في مصر، والإسام اللي بتدور البلطجية في مصر. هتعوز أكتر من كده إيه؟ وعايز يعمل حرب أهلية في البلد، خلي الناس تتخانق، العيلة تضرب في بعض، مفيش قانون، مفيش أمن عام، ولا أمن غذائي، ولا أمن صحي، ولا أمن أي حاجة. تكلم واحد ما أقول لك إيه يا دكتور أسامة، مفيش مفيش حتى مسلسلات زي زمان تعلم الأدب والاحترام، مش في مسلسلات تحترم إزاي الكبير يحترمه، في مسلسلات إزاي يبقى في حتى تعلم حتى الديمقراطية للناس إزاي حتى لو في يتعلم حتى في المدرسة ديمقراطية، يتعلم حتى في المسجد ديمقراطية، يتعلم حتى في الجامعة ديمقراطية، مفيش تتكلم تتحط يا إما يصفوك في البيوت، دي الديمقراطية بتاعتهم وده الأمن الأمان بتاعهم، هو ده الأمن والأمان هو ده اللي بنقله. طيب بص يا أستاذ محمد، أنا جايالي رسالة، حد بيقول لي السلام عليكم، حادثة دمياط هي حادثة فردية ونادرة الحدوث ناتجة عن جهل تصرفات بعض المواطنين، ليس للقيادة السياسية أي دخل فيها، فلا تشعل الأمور وتثير الهلع بين الناس بترويج صورة مغلوطة ومفبركة ومعادية عن مصر. يا أسامة، أعظم نعمة تتنعم بها مصر في الوقت الحالي هي نعمة الأمن والأمان والاستقرار. أدعو الله بالشفاء العاجل لقناة مكملين والعاملين فيها من الازدواجية والتحيز الأعمى لمن تنتمون إليهم. بعيدا عن آخر سطر يا سيدي، ربنا يتقبل دعواتك ويشفينا كلنا من أي أمراض. لكن إيه رأيك يا أستاذ محمد في الجزء الأول، إن اللي حصل في دمياط امبارح بس يا جماعة دي حادثة فردية، الحكومة ملهاش علاقة، المجتمع ما فيهوش الكلام ده، ومصر فيها أمن وأمان، إيه رأيك؟ أما حضرتك من مسلسلات تعمل بلطجة مش بتركز على البلطجة؟ لما الداخلية تدور البلطجة مش بتركز على البلطجة؟ لما في واحد يخش يصلي في الجامع يجيبه يقول لك لا انت هتصلي انت تبقى محترم؟ لا، الموضوع ده داخلية على مخابرات على دولة كلها، دولة كلها اسمها ده نظام سياسي فاشل نظام سياسي فاشل، والسفاح الكبير للسفاح الصغير. طيب للمخبر. شكرك جدا يا أستاذ محمد من الأليوبية، شكرا جزيلا.
الحقيقة صاحب الرسالة اللي بعتها، أنا دايما بحاول أعمل حاجة في بداية فقرة الاتصالات، أنت من المتابعين الدائمين يعني، ودايما رسائلك بحب أقراها لأن بيبقى فيها وجهة نظر أخرى، وبنعمل نقاش بعيدا عن دايما التجاوز اللي أنت بتقوله أو الشتيمة اللي بتقولها في الآخر بغض النظر عنها. لكن الفكرة في إيه؟ مع فريق الإعداد اتفقنا أن إحنا في بداية فقرة الاتصالات دايما نستعرض مجموعة من المعلومات ونحطها أرقام. أنا قلت من أول حلقة أنا مش واصي على الجمهور، أنت في الآخر ليك الحكم. أنا بستعرض لك مجموعة من الأخبار، مجموعة من الأرقام، مجموعة من التقارير بمصادرها، وفي النهاية أنت لك الحكم، بتدخل في الاتصالات تقول رأيك. فقصة ترويج صورة مغلوطة مش عارف حالات فردية، أنا استعرضت لك هنا فين يا جماعة تقرير الحكومة من جلوبال فاينانس، بيانات وزارة الداخلية في سنة 2021، تومسون رويترز في 2017، الإيكونوميست في 2021، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في 2022، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أغسطس 22. وبالتالي لما حضرتك تحب تاني هرجع لنفس النقطة، عايز تناقش ناقش، عايز تبرر برر، عايز تدافع دافع براحتك، واللي عايز يهاجم برضو براحته، لكن ناقشني في اللي بيتقال، إنما الاستنباط المحفوظة هذه حالات فردية ولا يمكن للقيادة السياسية. أمال مين المسؤول يا جماعة؟ ما هو في حكومة هي المسؤولة عن أي حاجة في البلد سواء حلوة أو وحشة. فلما بنتكلم على حاجة وحشة ما ينفعش إن أنت تبريرك لا الحكومة مش مسؤولة، الناس هما اللي وحشين. ما فيش حاجة اسمها كده، الناس بيتحملوا جزء من المسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر على المسؤول، المسؤولية والمسؤول، واخد بالك؟ يعني هما حاجة واحدة يعني. فأرجع للاتصالات مرة تانية، معنا أحمد من القاهرة وإيناس من مصر. خلينا نبدأ معك إيناس، أهلا وسهلا إيناس. معنا يا إيناس، أنت على الهواء. ألو، أهلا وسهلا. أهلا بيك، تفضلي إيناس. والله انا دلوقتي مش بتكلم معاك في ان انا مع حد او بهاجم حد او مع حد يعني في حته معينه او بدافع عن نظام او مش نظام زي ما انت قلت. انا كل اللي انا بقوله ان انا بدافع عن بلدي، تمام؟ فانا بلدي ما تستحقش ان انت تقول عليها ان هي مش بلد الامن والامان والمخدرات والحاجات اللي بتحصل. كل ده بيحصل يعني، مش مصر بس اللي بيحصل فيها كده، كل دول العالم مفيش دولة خالية من كل اللي انت عمال تعرضه دلوقتي على القناة. ألو، أنا معاكي بسمعكي يا ناس، لو خلصتي هعلق، لو لسه عندك حاجة عايزة تقوليها كملي. طيب فاللي أنا بقوله إن ما ينفعش إن احنا نروج للفكرة دي خالص، وإن احنا نطلع مصر بشكل وحش. وانت جايب يعني، انا لما شفت البرنامج بتاعك في الاول اول 10 دقائق كده تقريبا جايب حاجات حقيقيه، مش عارف بتقول من 2017 و2018 مش عارفين 2021. ما هو طبيعي اللي احنا مرينا بيه في البلد مش قليل، احنا مرينا بمشاكل ومرينا بقرف كتير في البلد زمان، بتاعت الثورات وبتاعت المظاهرات وكل ده. فكل ده علشان يتصلح، وكل ده علشان نعرف نخلي البلد تقوم على رجليها أو جديد تاني، كان محتاج وقت. فأنت ما تجيليش من 5 سنين إحنا داخلين على 2023 تجيب لي حاجات من 2017 و 2018 وتقول لي دي نسب وحقائق وموسوعات مطلعين نتائج. فلأ، طيب هو مش صح. أنا حتى أنا بالنسبة لي هبقى ضد أي حد حتى ينزل بوست واحد كويس يعني يشوه دي سمعة. طيب بص يا ناس، أنا بس عايز أتفق معاك على اتفاق، عايز أتفق معاك على اتفاق، تمام؟ أنا سمعتك، فلو سمحت اسمعيني شوي، وحتى سجلت بعض النقط اللي قلتيها. انت بتدافع عن بلدك وانا بدافع عن بلدي، لان هي بلدي زي ما هي بلدك بالظبط، فما فيش حد اكتر من التاني. يعني مثلا ايه، ما فيش حاجه اسمها ان انت بتدافع عن بلدك وانا راجل طالع بشوه بلدي. في الاول في الاخر انت مصريه وانا مصري، ففي هدف عام اسمه الدفاع عن البلد او الوطنيه او الانتماء للبلد ده. النقطه الثانيه، انت بتقولي لي، انت بتقول ان مصر ما فيهاش امن وامان، انت بتروج، انت بتطلع اخبار. أنا الحقيقة ما قلتش، أنا السؤال الموجود بعد كارثة دمياط، هل تشعر بالأمان في مصر؟ سؤال عام جدا، سؤال بيتكلم عن قضية أكيد شغلة الناس، قضية أكيد الناس بتتكلم فيها والتفاعل عليها كبير جدا من امبارح. وبالتالي أنا ما طلعتش قلت مصر ما فيهاش أمن وأمان، والدليل على ذلك أول سطر أنا متكلم فيه يا ناس في أول الاستعراض اللي مضايقك،
قلت أن مصر احتفت بالتقدم 39 مركز في مؤشر أكثر دول العالم أماناً من حيث الأمن الشخصي لعام 2021، احتلت المرتبة 65 من 134 جلوبال فاينانس 2021، وقلت أن الحكومة نشرت على موقعها الرسمي زي إنفوجراف في الأرقام دي، وقالت أن احنا سبقنا الولايات المتحدة وبريطانيا، وقلت أن اليوم السابع احتفى بالقصة، فأنا جايب المعلومات الرسمية للحكومة بتقولها. النقطة الثانية، البيانات اللي حضرتك بتقولي عليها، أنا في بيان هنا من وزارة الداخلية إناس بيقول إن حالات القتل في القاهرة وحدها بلغت 322 جريمة قتل في 2021. بنتكلم على تصريحات الإيكونومست 2021 اللي هي نفسها تصريحات الحكومة أغسطس اللي فات 21. بنتكلم على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2022، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أغسطس 22 اللي هو الشهر اللي فات، وفي حاجات من تومسون رويترز في 2017 وحاجات تانية من وزارة الصحة 2018. فطبيعي إن الإحصائيات بتبقى فيها حاجات جديدة جدا وفيها حاجات من سنة من سنتين من ثلاثة من أربعة. ده مش معناه إن أنا لا طالع بهاجم ولا طالع بروج ولا طالع بقول ولا أي حاجة خالص، احنا بنعرض الأرقام وحضرتك ليك حق الاعتراض. فده بس ردا على النقط اللي قلتيها. أرجع بقى للقصة اللي احنا بنسأل فيها، أنت تابعتي كارثة دمياط امبارح؟ تابعتي الحادثة اللي حصلت؟ لا انا ما تابعتش الحادثه بتاع دمياط، انا اول مره اسمع منها منك دلوقتي، وانت بتقول ان هي يعني على السوشيال ميديا عامله بروباجندا عليها. عندك تويتر يا ايناس؟ كلها بتتكلم عليها. عندك تويتر؟ دخلت وشفت برضو. ماشي، عندك حق، في مشكله وفي حاجه فعلا على السوشيال ميديا، وفي حوادث بتحصل في مصر اكيد، وبتحصل في بلاد تانية اكيد، وبتحصل. ايه رايك في الحادثه اللي حصلت في مصر امبارح يا ايناس؟ سيبك من البلدان التانية، ايه رايك في حادثه دمياط امبارح؟ رايك فيها ايه؟ بقول طبعا ان المجرم ده لازم يتمسك، واكيد هيتمسك، زي ما في يعني اي حاجه اصلا بقت تحصل. احنا بقينا في زمن كله تكنولوجيا وكله سوشيال ميديا وكله كاميرات، اي حاجه بقت تحصل بقت تنزل للناس علنا، مش محتاجه ان هي تستخبى، بقت اي حاجه بتحصل بتبقى قضيه راي عام، بقت الناس هي اللي بتتدخل فيها. بنقعد نقول عايزين حق الشخص اللي حصل فيه كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، فده بيحصل. طيب يعني الراجل ده ارتكب جريمه مشابهه يا ناس، الراجل ده ارتكب جريمة مشابهة للي عمله ده من أربع شهور في نفس المدينة في محافظة دمياط. أنا من دمياط فتواصلت مع أهالي، أنا أعرفهم يعني كويس. الراجل ده ارتكب نفس الجريمة أو جريمة مشابهة من أربع شهور ومحدش جه جنبه، محدش لمسه، ما تقبضش عليه، ومبارح بيرتكب نفس الجريمة وبقاله 24 ساعة حر طليق. إيه رأيك في ده؟ انا بقول اكيد ما اتمسكش، ما كانش في قضيه، فين اللي حصل فيه يعني معقول يبقى في حد اعتدى على حد والمعتدي عليه ما قدمش بلاغ والحكومه ما دورتش عليه؟ فاكيد حصل دروب في الموضوع. لو كان في بلاغ حصل والدنيا فعلا سمعت بيها، او بلاش احنا سمعنا بيها احنا كمواطنين كاهل دمياط، عملوا اي حاجه او اتكلموا على الموضوع، كان وصل لاي حد، اكيد كانوا دوروا عليه وجابوه. انت شايفه ان ده اللي بيحصل في مصر صح؟ يرجع يعمل الحادثه دي. انت شايفه ان ده اللي بيحصل في مصر، ان اي حد بيرتكب اي جريمه بيتقبض عليه وبيتحاسب؟ ده الواقع في مصر؟ ايوه الواقع ده اللي انا شايفاه واللي بيحصل. ممكن تخليكي معايا؟ انا بشوفه يعني. ممكن تخليكي معايا؟ تمام والله انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص يعني، ده اللي انت عايشاه وده اللي انت شايفاه، رايك وبيحترم وشهاده مش هشكك فيها، لكن خلينا نسمع راي ناس ثانيه. معانا احمد من القاهره، اهلا بيك يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. احمد، ايه رايك في اللي ناس بتقوله ان اللي بيرتكب جريمه في مصر لا بيتحاسب، الشرطه بتقبض عليه، وان الامور مش زي اللي بيحصل او مش زي اللي احنا بنقول ان هو حصل في دمياط امبارح، ايه رايك؟ بص حضرتك، لو ما اعترفناش بالاخطاء اللي موجوده في مصر واللي ما فيش امن وامان في مصر، يبقى مش هنقدر نعالج المشكله. طول ما احنا بندافع بدون وعي وبدون فهم، ولا فهم للارقام اللي حضرتك نزلتها، ولا الاحداث اللي انا شايفها في الشارع انا شخصيا واللي شايفها الناس كلها، والناس كلها انا متصله، هيفضل الوضع زي ما هو. ثانيا انا كنت مع حضرتك امبارح في موضوع التعليم، وقلت لك الدوله لو عاوزه تمنع الدروس الخصوصيه هتمنعها، والدوله لو عاوزه تعمل امن وامان في مصر هتمنعها. طب يا استاذ احمد، ما هي معلش بس ثانيه واحده، ما احنا معانا مواطنه مصريه على التليفون وبتقول لا في امن وامان، وان الصوره مش زي ما الناس بتتكلم، وانه اللي بيعمل حاجه بيرتكب جريمه زي دي بيتم القاء القبض عليه. فانت لو عندك وجهه نظر تانية يا ريت تقول لها. في مجموعه من الناس حاسه بالامن والامان. في مجموعه من الناس حاسه بالامن والامان. كويس. زي المجموعه الدائره اللي حوالين الرئيس، زي دايره الجيش، زي دايره الشرطه،
زي دايرة القضاء، كل دول حاسين بالأمن والأمان، إنما عامة الشعب لا طبعا. خلينا نسأل إناس هل هي من الدوائر دي ولا لا. إناس هو أحمد بيقول إن الدوائر المقربة من النظام بس في القضاء في الكذا كذا هم اللي بيحسوا بالأمن والأمان، لكن عامة الناس لا. إيه رأيك؟ أنا والله ما فيش من حوالي أي حد من النظام، ولا أنا مع، يعني أنا مش عايزة أقول إن أنا ضد النظام، بس أنا برضو مش بدافع عنه، وإن أنا عاجبني الدنيا دي، وإن أنا إيه جاي أهاجمك. أنا ما بهاجمكش على النظام ولا على الحكومة ولا على كل اللي أنت بتقوله دوت. أنا كل اللي أنا بهاجم فيه وإن أنا متضايقة منه إن أنت مخلي عنوان الحلقة بتاعتك النهاردة هل تشعر بالأمان في مصر، حتى لو أنت ما قلتش ده بشكل واضح وصريح، انت رياكشنات وش حضرتك كلامك طريقة القائك وانت بتقول الكلام فبتثبت العكس. انا كل اللي انا بتكلم طب فيه انا يعني انا بضحك من اول الساعة الموضوع. والله فين بس رياكشنات وشي اللي بتقول ان انا ضد يعني. السؤال المكتوب ده استاذة ايناس، السؤال المكتوب ده الف به تعلمته في الصحافة والله هنا في لندن، انك بتسأل سؤال واضح جدا، هل تشعر بالامان في مصر؟ سؤال واضح لاي حد إجابته نعم ولماذا أو لا ولماذا. أنا ده مش سؤال موجه، إحنا بنتكلم على حادثة حصلت في قاعدة هنا اسمها إنه لما بيبقى فيه خلينا افتكرها وينتس بليدز اتليتس حاجة زي كده، لما بيبقى فيه يعني دماء أو أحداث فبيبقى ده عنوان الأخبار، بتبقى دي عناوين الأخبار، فهو فيه دم امبارح سال في دمياط وبالتالي هو عنوان الخبر النهاردة. السؤال اللي بعده ده سؤال مهني من الدرجة الأولى، ما فيش في أي توجيه والله. فتفضل. ماشي تمام، انا بقول لك على اللي انا حسيته واللي انا شفته. اللي انا شفته بقى او اللي انا حسيته لو هو حاجه غلط فخلاص تمام، رد حضرتك وفلي. بس اللي برضو هتكلم فيه تاني ان مدام الموضوع وصل راي عام والسوشيال ميديا اتكلمت فيه فهو خلاص الحكومه طالباه، واكيد مش هيسيبوه حر طليق، واكيد هيبقى دي هيتحاسب على كل اللي هو عمله دوت زيه زي غيره زي حوادث كتير قوي قوي شفناها وطلعت للناس واتحكم عليهم. جدا يا ناس من مصر، وبشكر احمد من القاهره. اتمنى ذلك، اتمنى ان الحلقه اللي عملناها النهارده مع اللي الناس كتبته على السوشيال ميديا بعد الحلقه بنص ساعه بربع ساعه يتم القاء القبض على هذا البلطجي ويتم تقديمه للمحاكمه وياخد جزاءه. يا سلام، ما هو دي اصلا وظيفتي. انا مش طالع النهارده عشان بقول النظام وحش، انا مش مشكلتي النظام حلو او وحش، انا مشكلتي ان في ام اتقطعت ايدها امبارح، فالمجرم اللي عمل ده لازم يتحاسب. كل دقيقة المجرم ده حر طليق فالنظام يتحمل هذه المسؤولية. ده ألف به أي حاجة، سواء أنت مؤيد أو معارض، ده يعني بالعقل وبالمنطق. في واحد قطع إيد أم مصرية امبارح بتدافع عن ابنها اللي كان بيحاول يقتله بقاله 24 ساعة حر طليق. هذا النظام وهذه الشرطة إن لم تعتقل هذا المجرم في غضون ساعات قليلة فهي متواطئة معاه على طول، ما فيهاش أي كلام تاني يعني. طيب معانا احمد من الكويت، اهلا بك يا احمد. ما اخبارك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. بص يا اسامه، انا مش هقول لك انا مؤيد او معارض، ولكن خلينا بس في الاول نكون يعني مع بعض ان احنا كل ده بنعمله عشان احنا بنحب مصر وشعب مصر، ان هي فعلا حاجه اطيب شعب واحسن ناس، واحنا كل ده علشان بنحبها وبنتكلم عنها ومحروقين عليها عشان هي احسن ناس يعني، واحنا محروقين عليها عشان عايزينها تطلع لقدام مش حاجه تاني. اما بخصوص الامن والامان وبخصوص احدث دمياط وزيها كتير طبعا، يعني احنا مش دي هي الحاجه الكبيره اللي هي شغله البال، لا 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 زيها كتير جدا، دي بس يمكن بس عشان اتصورت على السوشيال ميديا وخدت البروباجندا مثلا، فعشان كده هي حاجه ظهر قوي يعني. ولكن السبب واضح جدا جدا جدا. انت قلت احمد من الكويت، انا دلوقتي عايش في الكويت بقالي فترة طويلة يعني. الكويت هنا احنا عايشين اكتر طبعا اطياف دينية اكتر، احنا هنا مسلمين وشيعة سنة وشيعة مسلمين وهنود وبوذا وكل الاطياف موجودة وحابين بعض وكويسين. هل ده لان الناس هنا او طبيعه الجو او الصحراء او الحراره ايا يكن العوامل اللي مؤثره هي اللي خلت الناس قاعده في امان وكويسه جدا وما بتسمعش عننا اخبار وحشه او اي حاجه؟ اكيد لا. وزاره الداخليه يا جماعه هي اللي بتحفظ الامن. احنا هنا يعني انت لو انت طبعا عارف انك من دمياط او من المنصوره،
انت لو تعرف ان الكويت هنا كل الجاليه الصعيده او قسم الصعيد اللي هو سوهاج وانا واسوان وكذا كلهم هنا، كلهم موجودين هنا، اللي هم دول اللي هم وهي ابوي والعمه والعيال، طبعا مع احترامي الشديد للصعيد، قصدي الصعيد الجواني اللي هو المخ المقفل خالص، اللي هو اي مشكله في البلد في مصر بتحصل، 1000 راجل من العيله دي و1000 راجل من العيله دي و13 ماتوا من هنا اول يوم، ثاني يوم 200، فاهمني؟ ومصايب هنا، تعالى شوف اكبر الناس دي وهم بيتخانقوا مع بعض، حتى ما فيش لفظ بيطلع منهم، لان هنا عارف ان البلد دي فيها قانون رادع، لو حصل اي شيء على طول على المغفر، المغفر على طول على الترحيل على بلادك قبل ما تتحبس 6 سنين. احمد انا بشكرك والله كنت عايز اكمل يعني نقاش معاك، بس تقريبا وقت الحلقه خلص، ومبابي معانا بقاله فتره على التليفون. مبابي اهلا بيك، اتفضل مبابي. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور. اهلا وسهلا. يعني يا دكتور يعني الحلقه كلها ضيعه على ناس يا دكتور، يعني ينفع الكلام ده كله؟ والله انا من اول الحلقه وانا على الخط. والله يا دكتور يا امبابي 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 يعني الله خليك. استنى بس استنى بس يا امبابي استنى، انا ما بضيعش حلقه مع حد، ما بضيعش الحلقه، ما فيش حاجه اسمها ان انا اتناقشت مع حد فانا كده ضيعت الوقت. كان في نقاش بين ايناس وبين احمد في وجهات نظر مختلفين، يعني رغم ان انت اللي بس دكتور يعني كل بس استهدى بالله، استهدى بالله، بس استهدى بالله، وقول اللي انت عايزه. انت هتضيع الدقيقه اللي باقي يا امبابي على فكره في الكلام على ايناس. يا عم امبابي باقي دقيقه في الحلقه، اتفضل قول رايك. يلا ماشي ماشي. يعني انت دلوقتي كاتب على الحلقه ايه مثلا؟ انا راجل بفك الخط بكماش على قد، مكتوب على الحلقه ايه بعد كارثه دمياط؟ هل تشعر بالامان في مصر؟ وانا راجل بفك الخط بكماش، ما يدخلش واحد مثلا سواء ابو محمد او اي حد ما يبقاش فاهم اي حاجه في اي حاجه، ويتكلم في الموضوع ولا هو عارف هو بيتكلم في ايه ولا بيتكلم ويتكلمش في ايه، ويضايقك انت حتى يوم ما كنت بتتكلم على الحلقه بتاعت الدكتور القرضاوي. يا امبابي بيتكلم، مش يا امبابي قول رايك في سؤال الحلقه. يا عم الوقت خلص، المخرج هيفصل علي انا وانت، قول رايك بسرعه في سؤال الحلقه. يلا معلش، ما انا حبيت اقول رايي حتى لو انا مش هتكلم على الاوضاع. امال الناس اللي واقفه في على الشوارع بيبقوا مخدرات والاجرام والكلام ده كله دكتور، ده ايه نظامه ده لما ما هو في امان والكلام ده كله؟ يعني ان الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول والبلاوي والكوارث اللي بتحصل والقتل والبلطجه وهنا وهنا، هل كل دول مين اللي مسرحهم ومين اللي سايبهم؟ هم الناس بتقول ان دي حالات فرديه يا امبابي. نعم بيقولوا ان دي حالات فرديه، ان دي بس حالات فرديه، المجتمع المصري ما مش كده. كل حادثه تبقى حاله فرديه يا دكتور، مش كل حادثه تحصل نقول عليها حالات فرديه، تحصل في الاماكن الشعبيه كلها اللي في مصر ونرجع نقول دي حالات فرديه، في امبابه تحصل يقول لك حاله في السيده عائشه في مش عارف فين هنا هنا يقول لك دي حالات فرديه. امال انت تبقى حاله جماعيه لما الشعب كله يموت؟ طيب امبابي انا بشكرك. اه دكتور معاك، دكتور معايا دكتور. انا معاك وبشكرك وبنعتذر لك انت واي حد، يعني خلينا على الخط شويه، وزي ما قلت احنا مش بنضيع وقت الناس ولا اي حاجه في النقاشات مع اي حد، انا بحاول ان كل الناس والله تكون موجوده، وانت من متابعي البرنامج امبابي فاكيد احنا يهمنا انك تبقى موجود معانا دايما انت وكل الناس اللي بتتصل معانا. بعتذر للناس اللي ما قدرناش ناخد اتصالاتهم النهارده، وبشكر كل اللي شاركونا في الرسائل وفي الاتصالات. هل تشعر بالامان في مصر؟ الحقيقه الرد على السؤال ده في اخر كلام في الحلقه هو ان الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فيه امنا في سربه. هل انت بتكون امن في سربك بالليل وانت ماشي في الشارع وانت في الحاره بتاعتكم، ولا خايف بلطجي يقتلك او شرطه تعتقلك او حكومه تظلمك؟ اجابه السؤال ده هو اجابه السؤال اللي كنا بنتكلم فيه بقى لنا ساعه. تصبحوا على خير.